لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. القضية الفلسطينية خاصة في العصر الحديث ونعني به بداية من الحرب العالمية الأولى، بدأت أمريكا تنمو أيضا كقوة على الجانب الآخر من المحيط، بعد ما روسيا أقنعت بريطانيا وفرنسا أن الدولة العثمانية رجل مريض يمكن تقاسم تركته، فكانت بريطانيا عايزة تقضي تماما على تبعية هذه البلاد للدولة العثمانية وتجعلها تابعة لها، بداية الأمر أن بريطانيا وطأت علاقتها بعدد من الدول العربية. كانت بريطانيا عاطية وعود للعرب ووعود لليهود، وعود العرب مركونة على الرف، وعود اليهود بتتنفذ. يعني هي كانت الخطة ان في النهاية تقوم دولة اسرائيل سلميا دون ان تخسر بريطانيا وعودها للعرب، انها لست صديقة للعرب، وانه لا يمكن لبريطانيا الان انها تفي بالوعدين في وقت واحد. فالحل الوسط عشان تبقى اسمها وفد بيهم ان تقسم فلسطين، على مناطق ذات الأغلبية العربية تبقى هي دي دولة فلسطين العربية، والمناطق ذات الأغلبية اليهودية تبقى دي دولة إسرائيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما يعني كثر السؤال حول مراجع ممكن يرجع لها في الموضوع اللي نتكلم فيه، فإن شاء الله نذكر في نهاية الموضوع بعض المراجع اللي يمكن الرجوع إليه. لكن ابتداء من هذه المرة اللي حنبدأ فيها إن شاء الله في الكلام على القضية الفلسطينية خاصة في العصر الحديث ونعني به بداية من الحرب العالمية الأولى، ذكرنا جزء منه في المرة السابقة اللي كنا نتكلم فيها على خمس قرون مرة واحدة، كنا نتكلم على أحوال العالم ككل في خمسة قرون. طبعا ذكرنا أمر الحرب العالمية الأولى والثانية ونحو ذلك. إن شاء الله هذه المرة نتكلم على القضية الفلسطينية بصفة خاصة. مع كثرة المراجع اللي في المسألة لأننا هنعتمد بدرجة رئيسية في الجزء دوت على كتاب دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر للدكتور عمر عبد العزيز عمر، أحد الكتب اللي بتدرس في كلية الأداب جامعة الأسكندرية. الكتاب واخد نماذج من القضايا في الوطن العربي في العصر الحديث، مثلا تاريخ مصر من أول انضمامها للدولة العثمانية إلى بدايات الاحتلال ونحو ذلك، واخد القضايا الفلسطينية أيضا كذا قسم كبير من الكتاب، متكلم على القضايا الفلسطينية منذ نشأتها في العصر الحديث. طبعا الجزء بتاع القضايا الفلسطينية جزء كبير، يعني كاد يكون كتاب مستقل، وإحنا هنمر على معظم عناوينه بسرعة كده. أنا مش مقصود إتقان التفاصيل التاريخية، وده اللي هنبقى نلخصه في آخر الكلام، أن العبرة يعني المقصد معرفة المسار اللي صارت فيه الأحداث لأخذ العبرة والعزم. قلنا أن باختصار ذكرناه المرة اللي فاتت أن أوروبا
في فترة المجد الإسلامي لما 8 قرون الأول من عمر الدعوة الإسلامية كانت أوروبا في غاية الجهل والتخلف والصراعات الكنسية إلى آخر ذلك، لا سيما أوروبا الغربية اللي فيها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها، وربما كان الإمبراطورية الرومانية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية احتفظت بقدر من المواجهة مع المسلمين، ولكن انسحبت أمام الفتوحات الإسلامية على النحو اللي حكيناه كل دوت. وبعدين قلنا إن في بدايات القرن 16 حدث نهضة أوروبية بوجود الروح العلمية الدنيوية اللي استفادوها من المسلمين في الأندلس بل وفي غيرها، وجود الكشوف البحرية إلى غير ذلك، بقت أوروبا بتنهض والمسلمين كانوا لم يبدأوا السقوط الفعلي ولكن لم يكن النهوض بالقدر الكافي. يعني فترة الدولة العثمانية ككل كانت فترة، يعني الدولة العثمانية بتصعد وأوروبا بتصعد معها، بعد سقوط الأندلس بدأت الدنيا يبقى في الدولة العثمانية وفي صعود لأوروبا الغربية، فرنسا وإنجلترا وألمانيا وغيرها، وأن الدولة العثمانية استمرت حوالي 3 قرون هي القوى العظمى في العالم، والدول الأوروبية كانت بتعمل لها ألف حساب، لغاية ما روسيا طبعا الدولة العثمانية كما تعلمون أن البحر الأسود بيتصل بالبحر المتوسط بقناة ضيقة جدا، وأن البحر الأسود باستثناء هذه القناة بيعتبر بحيرة مغلقة. الدولة العثمانية كانت مسيطرة عليها سيطرة شديدة وكانت بتمنع أي سفن تمر يعني إلا بعد دفع ضرائب باهظة. الدول الأوروبية استغنت عن التجارة مع روسيا، أو كانت إذا كان الأمر مجدي كانت تضطر تدفع الرسوم الباهظة دي للدولة العثمانية، ولكن الموضوع لم يكن يمثل لها قضية حياة أو موت، بخلاف روسيا اللي كانت تود انها تكسر الحصار العثماني والاحتكار العثماني للبحر الاسود بحيث تستطيع ان تنطلق الى العالم. بالتالي كانت اشرس الحروب هي الحروب بين الدولة العثمانية وروسيا، والتزمت باقي الدول الاوروبية في اول الامر الحياد حتى لا تخسر الدولة العثمانية، ولكن بعد ما جرأتهم روسيا وأثبتت لهم أن الدولة العثمانية يمكن أن تهزم بدأ يبقى فيه مساعدات ولو خفية لروسيا، وروسيا هي أول ما أطلقت لقب الرجل المريض على الدولة العثمانية. وقلنا الكلام ده تزامن مع نمو أمريكا أيضا، وفي أول الأمر الأوروبيين تعاملوا مع قارة القارتين الأمريكيتين كما تعاملوا مع أفريقيا ومع غيرها، تنازع أوروبي فرنسي إنجليزي أسباني برتغالي على المستعمرات، إلى أن تمكن عدد من المهاجرين من فرض كلمتهم وطرد الإنجليز وهم اللي أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما تكونت كدولة حرصت على ألا يوجد استعمار أوروبي في أي من القارتين الأمريكيتين، وبدأت أمريكا تنمو أيضا كقوة على الجانب الآخر من المحيط. كنا قلنا إن كولومبوس لما اكتشف أمريكا اكتشفها نتيجة خطأ في إدارة دفة البواخر، وده أحد التحليلات. في تحليل تاني عله يكون أقرب، إن هو تعمد إن يضبط اتجاهه في جهة الغرب اعتمادا على القول بكروية الأرض، هو عايز يروح آسيا، والطريق من غرب أوروبا لآسيا لابد يمر بممتلكات الدولة العثمانية، وكان هم عايزين يشوفوا أي سكة بعيدة عن الصدام بالدولة العثمانية، فقال يروح من الطريق الأبعد، يروح يلف من جهة الغرب عشان يصل إلى شواطئ آسيا. ما كانش يعرف إن في بين أوروبا وآسيا أرض أخرى، لأن أنت ما تيجي تتجه من أوروبا غربا عشان توصل، لو فعلا ما فيش الأمريكتين توصل لأسيا. وهو كريستوف كولومبوس مات وهو يظن أن الأرض دي هي أسيا،
والكلام ده اكتشفه ماجلان بعد كده. الحاصل يعني وجدت امريكا وهزمت الدولة العثمانية، تورطت الدولة العثمانية انها اعتمدت في تسليحها على الالمان، فاضطرت تدخل الحرب العالمية الاولى معاهم رغم انها ما كانتش طرف، كانت حرب اوروبية خالصة. هزم الالمان في الحرب العالمية الاولى، تأثرت الدولة العثمانية بهذه الهزيمة، وبعدين تاني دخلت معهم الحرب العالمية الثانية اللي كان قبل ما كانت تيجي الحرب العالمية الثانية كان قضي على الخلافة العثمانية واستبدلت بتركيا. الحاصل ان البلاد العربية وهي تحت سلطة الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الاولى دخلت مع انجلترا مخالفة لتوجه الخلافة اللي دخلت مع المانيا، ورجع تاني العرب دخلوا مع انجلترا في الحرب العالمية الثانية اللي هي بعدها أسس أو بدأ في التأسيس الفعلي لدولة إسرائيل. هنا اللي عايز يبدأ القصة، لو احنا قلنا بدأناها من زمان خالص، يعني كل اللي كنا بنحكيه ده عشان نعرف الدنيا ماشية ازاي. لما نقول العصر الحديث يبتدي من علاقة بريطانيا بالبلاد العربية قبيل الحرب العالمية الأولى، دي بداية القصة. يبقى بدأ عشان وهو هنا بدأ فعلا من البداية ديت. أول فقرة بتقول بريطانيا والعرب حتى عام 1914. بريطانيا بعد ما روسيا أقنعت بريطانيا وفرنسا إن الدولة العثمانية رجل مريض يمكن تقاسم تركته، لأن روسيا كانت أكبر صاحبة أكبر مصلحة في القضاء على الدولة العثمانية، ربما أكبر من مصالح إنجلترا وفرنسا عشان الموضوع التجاري في البحر الأسود، عشان روسيا كانت حتى ذلك الوقت أكثر دولة مخلصة نصرانية، وكانت القسطنطينية قبل أن يفتحها محمد الفاتح هي مقر الكنيسة الشرقية الأرثوذكية، وهكذا. اللي بدأت لما بريطانيا وفرنسا اقتنعوا وجيهم واحتلوا بلاد العرب وتقاسموها رغم انها واقعة تحت سلطة الدولة العثمانية، وكان الاحتلال بيضطر ان هم يحصل نوع من انواع التوافق على اي قرار بين السلطات الاحتلال وبين الدولة العثمانية وبين السلطات المحلية، فكانت بريطانيا عايزة تقضي تماما على تبعية هذه البلاد للدولة العثمانية وتجعلها تابعة لها. فكان الكلام مع كما ذكرنا على محورين، والمحور الثالث كان مستتر إلى حد ما، محور أتاتورك في تركيا لمحاولة القضاء على الخلافة العثمانية وجعل مقر الخلافة العثمانية هو الذي يتنازل عن فرض وصاياته على البلاد المسلمين، والنداء بتركيا للأتراك وده نجحوا فيه فعلا، وفي ذات الوقت تأليب البلاد العربية للثورة على الخلافة العثمانية بدعوة ان هم عايزين يقيموا خلافة عربية يكون الخليفة فيها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث غرض دولة إسرائيل استثمارا كما ذكرنا لوجود اليهود في أوروبا وسيطرتهم على الاقتصاد وبحثهم عن وطن قومي، والفكرة أطلقها نابليون وبقيت حية في ذهن الإنجليز لم تمت. فبداية الأمر إن بريطانيا يعني وططت علاقتها بعدد من الدول العربية وعلى وجه الخصوص بالشريف حسين أمير منطقة الحجاز لضعف سلطة الدولة العثمانية على هذه المنطقة ولتطلعاته، وبدأوا يعزوا إليه بانطلاق ما يسمى بالثورة العربية، وبريطانيا وعدته بأنها تدعمه في حروبه ضد الدولة العثمانية، وإنه حتى لما الدولة العربية دي تستقل عن الخلافة العثمانية فمقابل إنها لن تكون لديها الخبرة العسكرية الكافية
في ظل عالم كان في ذلك الوقت الصراع بين امبراطوريات. الدولة العثمانية كانت امبراطورية زيها زي انجلترا وفرنسا، بل هي كانت اسبق منهم واكثر اتساعا واستقرارا حتى وقت قريب. فكان ان البديل ان الخلافة العربية سوف يكون بينها وبين التاج البريطاني علاقة خاصة. هم اتكسفوا يسموها ان الثورة العربية سوف تنزع ولاية العثمانيين لتستبدلها بولاية البريطانيين، فسموا ده نوع من العقد الخاص او الحلف الخاص تقوم فيه بمقتضى بريطانيا بحماية الدولة العربية الوليدة، وفي المقابل تتمتع بريطانيا بامتيازات تجارية وسياسية داخل هذه الدولة. في الواقع التاريخيين بيهتموا بالوثائق عشان ميبقاش الكلام مرسل، فهو هنا جايب عدد من الوثائق تحت عنوان مراسلات الحسين ماكامهون، وده وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت. طبعا في شخصية تانية اللي هو لورانس اللي هو شخص انجليزي، هو اللي اقنع الشريف الحسيني بالكلام ده، ليس على اعتبار انه ممثل الحكومة الانجليزية، ده كان المستشار الوفي للشريف حسين، ويعني كأنه يعني ملوش علاقة بالانجليز. وثبت بعد كده مكاتبات بين لورانس وبين حكومته، يعني هو كان بيمهد الجو للفكرة وبعدين تقوم بريطانيا بعتاها، فكأن الشريف حسين يشعر بانه يعني كالناس دول بيعملوا اللي هو عايزه بالضبط، يعني هو يفكر في الحاجة. طبعا هو اللي كان بيفكر له لورانس. هو هنا جايب المكاتبات الرسمية اللي تمت بين الشريف حسين وبين الممثل الحكومة الانجليزية انذاك في النوايا اللي بين الاثنين، الحلف اللي بيتكون بين الشريف حسين وبين التاج البريطاني للمؤامرة اللي تتكون على الدولة العثمانية. الشريف حسين كان شايف ان ده عمل شريف لا ادري كيف، لكن هو واضح انه ما كانش خجلان منه نهائيا، وحتى التاريخ لما اتكتب بعد كده لم يعاملوا هذا الامر معاملة الخيانة. وايضا يعني مش عارفين نقول يعني ياريت الاخوة بتوع ولاة الامور دول كانوا موجودين وقتها، يعني كانوا حتى كان يبقى في محله يقولوا له لا تخرج على ولاة الامور لانه بايع خليفة، وخليفة بيحكم بالشرع حتى لو عنده بدع او نحو ذلك. لكن للأسف الامر ده كان معتبر عند معظم الناس فعلا ابتداء انه عايز يسلك البلاد العربية من السلطة العثمانية ما كانش محل اعتراض، وانه الكلام ده يتم باتفاق واضح وصريح مع الانجليز ان هم هيساعدوه على حد قولهم ضد الاتراك. فالقضية طبعا عشان كده كانوا بسرعة تزامنا اول ما الشريف حسين ابدى تجاوب اظهروا اتاتورك في تركيا عشان يتقرر مبدأ ان دول اتراك مسيطرين على بلاد العرب. العجيب ان بريطانيا وهي بتتفق مع الشريف حسين على الدولة العربية الجديدة ما كانش فيها الدول العربية في الساحل الافريقي، وكأن ديت يعني منها مصر وغيرها دول تبع انجلترا خلاص، يعني تبع انجلترا وفرنسا لانهم كانوا واقعين تحت الاحتلال وقتها، فما جاتش سيرتهم. وكانت انجلترا عاملة قاعدة في اليمن اسمها محمية عدن، ده جه سيرتها بقى، لان قد يفهم ان انجلترا وعداب الجزيرة كلها والعراق، الكلام كان على الجزيرة العربية والعراق والشام، فتم التنصيص على استثناء محمية عدن ان دي هتبقى تابع انجلترا. فهو الرجل يعني عايز يبقى ملك وخلاص، يعني عايز يبقى اكبر سلطة، ده انجلترا عايزة دي مش مشكلة. عايزة طبعا هي انجلترا جربته في موضوع عدن ده قال مش مشكلة، فبعد كده مستقبلا جربوا فيصل ابنه في موضوع فلسطين قال مش مشكلة، طب وسوريا ولبنان قال مش مشكلة برضو، ما فلم يبقى له شيء من ذلك. يعني ده القضية ان الموضوع كان موجود مكاتبات بين الشريف حسين وبين التاج البريطاني وزير الخارجية البريطاني
في الفترة من 1915 ل 1916. وفي أثناء هو يعني بيقول المكاتبات ديت تمت وبدأ التعاون فضل ماشي لغاية حرب 48 وما بعدها كمان. ومع ان في 1916 كان في اتفاقية سايكس بيكو اللي هي كانت اتفاقية ثلاثية وان كان اشتهرت باسم المفاوضين الانجليزي والفرنساوي لان يعني دور روسيا كان دور مش كبير، فقط اشترطت اجزاء يسيرة من تركة الدولة العثمانية كانت هي لها نفوذ فيها بصورة او باخرى، وكان الاتفاق بين بريطانيا وفرنسا على اقتسام تركة الدولة العثمانية. طبعا بعض التاريخيين بيحاول يأكد على جزئية برضو عشان اللي يقرأ في كتب التاريخيين دول، اسرائيل بتدعي انها فلسطين ملكها بحجج بادعاء الحق التاريخي، وده من الناحية التنظيم الدولي يعني حجة ضعيفة جدا. الحق التاريخي غير معترف به ميثاق عصبة الأمم ثم ميثاق الأمم المتحدة، اتكلم على حق الشعوب في تقرير المصير، ما جابش سيرة الايه التاريخ، قال كل شعب يختار حكامه عشان نبطل حروب شوف وهكذا. وبالتالي ادعاء الحق التاريخي امر مناقض تماما لمواثيق الأمم المتحدة. طبعا احنا من الناحية الشرعية لا بنقر لا بالحق التاريخي ولا بالقوانين الدولية ولا بغيرها، الأرض لا يورثها من يشاء، وبنقول إن المسلمين عليهم إنهم ينشروا دينهم في كل بقعة، والبقاع اللي لسه لهم فيها يد ولهم بعض سيطرة عليها زي فلسطين وهناك مسلمون هي أولى البلاد اللي يحاولوا يثبتوا أنفسهم فيها، ولكن ما فيش حاجة اسمها الحق التاريخي ولا القانون الدولي ولا غيره. لكن هم لما بيتكلموا الكتاب علماء التاريخ المعاصرين بيحاولوا يفندوا الحق التاريخي، وساعات بيفندوه بشيء نحن لا نرضى من الناحية العقدية حتى لو كان تاريخي. يقول لك ان وجود بني اسرائيل في فلسطين كان وجود عارض، وانهم كانوا مسبوقين بالعمالقة، وبعدين بيحاولوا يثبتوا ان العمالقة هم قبيلة من العرب. اولا صعب من الناحية يعني هيبقى في قدر من المخاطرة التاريخية ايضا ان احنا نثبت ان العمالقة فريق من الايه من العرب، ولو كان احنا نخجل ان احنا نتكلم على ان وجود بني اسرائيل في زمن انبياء الله تبارك وتعالى كان وجود عارض لا نريد ان نعترف به. ده احنا بنقول وجودهم كان وجود اصلي اصيل، وجودهم هو وجودنا، وبالتالي احنا بنعكس المسألة بنقول لا احنا اذا كان بنو اسرائيل في زمن انبيائهم كانوا في ارض فلسطين فنحن الوارثون الحقيقيون لانبياء بني اسرائيل. اما ان احنا نقول عايزين نلغي فترة وجود انبياء بني اسرائيل من فلسطين وبعدين نعترف بان الارض كان فيها القوم الجبارين العمالقة، والقرآن ما امرنا ان احنا ننتمي الى موسى مش الى فرعون، وننتمي الى داود عليه السلام وبنو إسرائيل مش إلى طالوت وإلى الجبابر، فالقرآن أمرنا أن ننتمي إلى المؤمنين وليس إلى الجبابر. المهم يعني المؤرخين بيتكلموا على الحق التاريخي فبيحاولوا يفندوه مع أنه أصلا غير معترف به في الأمم المتحدة. في أمر تاني أن إسرائيل بتدعي حق قانوني، يقول لك ان العرب كان لهم ممثل هو الشريف حسين وعمل عهد مع انجلترا وبمقتضى ساب فلسطين لانجلترا وانجلترا سابت فلسطين اليهود، يبقى الامور مرت بمعاهدات سلمية دولية يعترف بها القانون الدولي.
فاليهود بيحاولوا يثبتوا انهم خدوا فلسطين هدية من الشريف حسين، هدية التاج الذي لم يلبسه يعني هو. فهنا المؤرخين بيحاولوا يثبتوا ان بريطانيا احتالت على الشريف حسين، وان المعاهدات دي كلها باطلة، لانها ان انجلترا لم توفي بعهد، او في الواقع هي بالنسبة لنا باطلة لانها فيها خيانة للأمة فيها، ويعني لا نحو ايا ما يكن. الوثائق دي لها أهمية تاريخية عند المؤرخين اللي بيتكلموا في القضايا الفلسطينية، لأنهم بيبقوا عايزين يثبتوا إن مفيش حق قانوني لإسرائيل في أرض فلسطين، يبقى بيفندوا الحق التاريخي إنه مبدأ لم يقر، فليه إسرائيل لوحدها هي اللي هتتعامل بيه، وانه المبدأ القانوني بانهم يفندوا المراحل الاتفاق بين الشريف حسين وبين انجلترا، في الواقع مراحل الخيانة يعني. هي هو وان كان كما ذكرنا معظم المؤرخين معتقدين انه كان مخدوع، بس هو اللي خلاه يخدع يعني بريق السلطان الذي وعد به، فجعله يعني يتغاضى عن كل ذلك. اتفاقية سايكس بيكو اتفاقية عقدت بين انجلترا وفرنسا وروسيا، وطبعا ده كان في احنا قلنا الحرب العالمية الاولى كانت من 1914 ل 1918، وكانت الدولة العثمانية قبلها مجهدة جدا، بس اضطرت تدخل الحرب مع المانيا لانها كانت معتمدة في تسليحها على المانيا، وكانت بدأت بوادر ان المانيا ستهزم، وبالتالي الدولة العثمانية ستخرج وفق توقع انجلترا وفرنسا وروسيا يعني اكثر مرضا من ذي قبل. فبدأوا يتفقوا مسبقا عشان ما يرجعوش يتعاركوا هم تاني مين هياخد ايه من كل اجزاء الدولة العثمانية. واضح هنا ان انجلترا كانت بتدير المعركة بذكاء اعلى من فرنسا، وكانت أبعد نظرا من فرنسا. إنجلترا من أول ما دخلت الحرب العالمية الأولى وهي عينها على مواطن معينة مش هتسيبها أبدا، مصر وفلسطين غير خاضعين لأي مساومات لا مع فرنسا ولا مع غير فرنسا، فكان دائما الاتفاق إنجلترا بتراضي فرنسا بمواطن، إلا الموضوعين دول ما كانوش محل نزاع أبدا من إنجلترا، وإنها مش هتتنازل عن مصر ومش هتتنازل عن فلسطين. البعض بيقول إن سر زرع إنجلترا لإسرائيل في هذه البقعة إنها كانت عايزة تؤمن وجودها في مصر، يعني مش عايزة يجي مدد لمصر من بلاد الشام. احنا بنقول ابتداء فكرة زرع إسرائيل في الأرض ديت غرضها منع قيام خلافة إسلامية مرة أخرى، ولكن لا يمنع عن تعدد المسألة كما ترى، بالذات في القرن العشرين الأمور كانت ديناميكية بقدر كبير جدا، يعني كل يوم فيه جديد وفيه إعادة تقييم للمواقف. الدولة العثمانية كانت الخطر والغول الذي يخيف أوروبا، طب إذا كان هو الآن رجل مريض ومتقسم تركاته بالشيء الطبيعي ان يبقى في الحسبان اجراء يمنع من قيامه مرة تانية. اذا كان طيب اذا كان هم خلاص يعني وجدوا مصطفى كمال اتاتورك وامنوا ان تركيا لن تقوم بدور الخلافة تاني، فيبقى اذا الكلام على تأمين مركز ثقة للبلاد العربية وهي مصر في الواقع. طبعا احنا اغفلنا تاريخ مصر الحديث وازاي ان محمد علي بنى دولة بتضارع الدول الأوروبية في الصناعة والتعدين والبحرية والقوى العسكرية، وطبعا ده كله أيضا كان بدافع من أنه هو كان يتمنى أن يرث هو الإمبراطورية العثمانية، وساعده الغرب في أول الأمر من أجل إضعاف الدولة العثمانية، ولكن هو الشاهد أنهم فوجئوا بأن
الخامة اللي خامة الشعب المصري فعلا خامة منتجة. لو وجدت الإدارة فوجدت إن مصر فترة قصيرة جدا صارت تنافس الدول الأوروبية في التفوق الصناعي والعسكري ونحو ذلك، فرجعوا يقولوا للسلطان العثماني انت سايب محمد علي يخرج عليك، وبدأوا هم اللي يقلبوا السلطان العثماني على محمد علي. محمد علي يعني تجربة فترة حكم محمد علي تجربة تستحق انها وأسرته كلها من أول تأسيس دولة محمد علي إلى وقتنا الحالي يدل على المركز الثقل في المصري في ومدى أنها فعلا خامة جيدة لقيادة الأمة. محمد علي قادها في خدب أسباب التطور الدنيوي، وهو اللي دشن العلمانية للأسف، وإن كان بحمد الله ما قدرش أنه يدشن علمانية زي علمانية أتاتورك، لأنه ما نساش برضو أنه هو كان مازال اسمه الوالي العثماني على مصر. فلو انه دشن علمانية سافرة من رحمة الله تبارك تعالى، كان حتى هو ايه سبق ايه اللي خليه يبقى هو بيحكم المصريين وهو مش مصري، الا انه جاي من قبل الخليفة العثماني، وبالتالي كان تدشينه للعلمانية عن طريق دس وتقوية المراكز الثقافية العلمانية وليس بفرضها بالحديد والنار زي ما أتاتورك عمل. الحاصل ان كان في دراية تامة بان يعني لو ان الدولة العثمانية سقطت فان مصر كانت هي اقرب الدول المرشحة انها تتبوأ مكانها، فكانت انجلترا عايزة مصر وعايزة تحرس بوابة مصر او تقطع العلاقة بين مصر والشام، ولان برضو التاريخ بيقول لهم ان الحلف بين مصر والشام هو اللي اوقف زحف الصليبيين وهو اللي اوقف زحف التتار، وبالتالي كان مهم زرع اسرائيل في هذا المكان. حصلت اتفاقية ساكس بيكو وهي تناقض تماما الوعود المعسولة الانجليزية للشريف حسين، وطبعا حدث ان بعد ذلك بعام سقط الحكم الملكي في روسيا وقامت الثورة الشيوعية. فمن باب الإحراج يعني عشان يبينوا ان الملوك كذابين، دول كانوا طالعين بقى ايه عايزين، فقالوا ادي الملوك بيقولوا كلام وعاملين اتفاقية غيرها، الا ان الشريف حسين يعني ما لم يعر هذا الامر اهتمام كبير، وغاية ما هنالك انه راح كاتب مراسلة اخرى يستفسر فيها عن يعني هل صدر من التاج البريطاني يعني معاهدة كهذه، فأرسلوا لا ان الكلام ده ما حصلش وخلص، وأرسل الشريف حسين لابنيه فيصل وعبد الله في أنحاء الجزيرة العربية ليطمئنوا الناس ان ما أشيع من وجود اتفاقية ساكس بيكو لا وجود له، وان بريطانيا صديقة وفية للعرب، وان بريطانيا مستمرة على حفظ العهد في الناس تساعد العرب على أن ينالوا استقلالهم من الأتراك دونما أن يكون لهم أي مطامع في بلاد العرب. ده كان الكلام. طبعا بعد ما بيبين لنا هنا إزاي بريطانيا بدت في هذه الفترة الدولة الأوروبية الأكثر حضورا في المنطقة العربية، الصداقة اللي مع الشريف حسين، غير ان المستشار السري الخاص للشريف حسين عميل للمخابرات البريطانية، وهو يعني الشريف حسين بيفترض ان ده الورقة اللي هو مخبيها، رجل انجليزي يعرف اخبار الانجليز وعارف طرقهم وطرق تفكيرهم وفي نفس الوقت محب للعرب، جه لوحده من قبل الكلام ده كله وعاش في الجزيرة العربية وجاي بصفته راجل من محب الشعوب العربية اللي عايزها ترجع تتبوأ مكانتها، فيقوم يستشير لورنس وبعدين يراسل الخارجية البريطانية يلاقي اللي ده رتبه ده بيقوله اللي ده بيقوله ده بيرتبه، ولا ندري يعني كيف يعني ظل يعني على هذا العمى، ولكن يعني حب الشيء يعني يعمي ويصم.
فهو كأنه حب أنه يصل أنه يبقى الخليفة العربي، مش خليه يدرك اللي بيدور حواليه. حيسبنا شوية في بعد ما قال لنا إزاي بريطانيا غرزت نفسها في المنطقة العربية وبقت هي صاحبة الكلمة الأساسية، عشان يقول لنا الحركة الصهيونية في أوروبا ماشية إزاي. بيحب يبين، أو دي برضو قضية المؤرخين العرب بيهتموا بها جدا، وأظن أنها مفيدة إلى حد ما، هم برضو بيهتموا بها كسند قانوني آخر، أن الحركة الصهيونية الأولى لم تختار فلسطين، وأن الذي فرض اختيار فلسطين هم إنجلترا. طبعا نابليون كان قال كما ذكرنا، كان يعني قبل الكلام ده بقرن كامل، قال اليهود تعالوا معايا اديكم فلسطين، لكن ما اليهود ما وافقوش فيه، او ما لحقش. هو كان بيقول الكلام ده وهو بدأ يغرق في المشكلات، كان الحملة الفرنسية على مصر كانت بداية غرق في مشكلات، فراحت الامر ده. ولكن معظم المؤرخين بيؤكد ان كلمة نابليون فضلت ماثلة في اذهان الساسة الانجليز، حتى لو اليهود نفسهم نسوه. فيجيب لنا هنا نقل عن بعض مؤرخي بعض مفكري اليهود في اوروبا. طبعا احنا قلنا نسينا برضو ننوه ان عصر النهضة في اوروبا اللي هم ابتدوا تقريبا من عصر السادس عشر، قلنا ان هو تميز بانه عصر قوميات، بمعنى الانجليز الفرنسويين الالمان كل قومية صغيرة جوه القارة الاوروبية بدأوا يقولوا يدوروا على الرابطة القومية بعد ما تمزقت الرابطة الكلية اللي كانت موحداهم من زمان، اللي هي الرابطة الامبراطورية الرومانية. وكان يعني فبدأ القوم لابد لكل مجتمع من رابطة تربطه، فبدأ الفرنسويين يتكلموا على رابطة العرق، قلدهم الانجليز والالمان وكل الشعوب الاوروبية هاجوا وبدأوا ينتموا لأعراقهم بشكل كبير جدا. فجأة اليهود لقوا نفسهم جوا قارة اوروبية كان الرومان وزعوهم فيها، كما ذكرنا في الكلام اول خالص على علاقة الرومان باليهود، كان الرومان وزعوهم فيها اوزاعا في كل بلد شوية عشان ما تقومش لليهود قومية جوا اوروبا ولا في اي حد. فبدأوا يحسوا ان هم من جهة منبوذين، يعني الفرنسويين قايمين عايزين القومية الفرنسية، والانجليز عايزين القومية الانجليزية، والالمان عايزين القومية الالمانية، وفي كل بلد من دي شوية يهود ما لهمش لازم. ذلك كان ايه يقول لك اطفال اناشيد الاطفال، فاكرين مثلا يعني دايما بقى فترة القوم دي تبقى فترة شحن، زي ما كان الاطفال في ايام الوحدة من مصر وسوريا يلعبوا لعبة كده اسمها مصر وسوريا ومش كده. فهناك برضو كانت في اوروبا انتشرت لعبة عند الاطفال اسمها خرجوا يا يهود، يعني يقول لك فاليهود من ذكر من ضمن ما بيذكروا من معاناتهم. احنا عشنا في اوروبا فترة ان يمشي في الشوارع نلاقي الاطفال الصغيرة لعبتهم اخرجوا يا يهود ارحلوا يا يهود. فبدأ اليهود يحسوا ان هم غير مرغوب فيهم، ولكن في نفس الوقت غير مضغوط عليهم، خدوا تنفسوا حريتهم شوية، ما غابت السلطة اللي ضغط عليهم. طبعا بعد كده حصل الاعتداء النازي على اليهود، وكما ذكرنا انه له اصل اكيد، يعني واضح ما هواش اختلاق من السفر، لكن هم قفزوا بالرقم من يعني حاجات كسر المليون كده، ثلث مليون او اقل، الخمسة ملايين يهودي، عشان الضعوطات تعلى وعشان ينتقموا البشرية كلها بقى اذا كان هم اتقتل لهم خمسة مليون. لكن عموما في المرحلة دي بدأ اليهود يفكروا طب ما نتجمع احنا كمان، اذا كان الفرنسيين بيقولوا دي فرنسا مش عايزين فيها اليهود، هم مش عايزين لا اليهود ولا غيرهم، بس هو ما فيش جنبهم من الغرب عليهم غير ايه، غير اليهود والانجليز، مش عايزين حد معاهم يبصوا مين اللي وسطهم، اليهود. لكن شوفوا لنا حتة فاضية نروح نقعد فيها. هل ما كانش فيه في العقيدة اليهودية العودة الى فلسطين؟ لا،
في التوقيت ده كانوا بيقولوا العودة إلى فلسطين. طبعا هما مشكلة اليهود والنصارى إنهم بيكذبوا الكذبة وينسبوها إلى الله، وبعدين لما يجوا يحبوا يتراجعوا زي موضوع الصراع بين الدين والعلم في أوروبا كده، قالوا النظريات العلمية الموجودة دي كلها دي بوحي من الروح القدس، طب اتغيرت يعني ايه يضربوا أخماس في أسدان. فاليهود كانوا بيؤكدوا أن معهم وعد من الله إن المسيح الصادق سيأتي ويعود بهم إلى أرض الميعاد. هم كذبوا بعيسى عليه السلام وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعندهم بشارة لم تتحقق بعد هيتبعوا فيها المسيح الدجال، ولكن هم راحوا قالوا دي المسيح الصادق سيأتي ويعود بهم إلى أرض الميعاد. فلما بدأوا يقولوا عايزين أرض نتجمع فيها كان معظمهم بيقول ما ينفعش نروح أرض الميعاد، يجي المسيح الصادق هيعمل إيه؟ طيب قالوا كده الكتاب يعني كده التوراة تبقى كذب. وإلى الآن في يعني يوجد متدينين يهود شايفين إن كل اللي في إسرائيل دول ملاحدة لأنهم جيهم قبل المسيح الصادق، زي ما في شيعة شايفين إن كل اللي في إيران دول مبتدعة لأنهم أقاموا دولة قبل ما يخرج الإمام الغائب من السرداب. طبعا عقائد الشيعة عقائد تحطها جنب بعض كده تلاقي نقل مسطري، والاثنين حرفوا يعني دول كانوا مستنيين المسيح الصادق ودول مستنيين الإمام الغائب، والاثنين لما لقوا الفرصة ان هم ينهبوا حاجة قبل ما يجي قالك خلاص مش مشكلة مش لازم يجي. بس طبعا الخميني اخترع للشيعة ولاية الفقيه، قال لهم ان مدام طب ولاية الفقيه دي يعني كانت غايبة فين طول الفترة دي، طول عمرهم هم مستنيين الامام الغائب، كان عندهم فقهاء ليه ما حدش للامام الغائب وكان له باب وكان وبيكلم الناس ما بعتش يا اخواننا حد ويعمل ينوب فقيه ينوب عنه. الشيعة ما يسألوش، ولو بيسألوا يعني يقول لك إذا كان أئمة الشيعة اللي قبل الخميني دول كلهم فقهاء في المذهب الشيعي، ومع أنهم كانوا شايفين الشيعة برضو بيشردوا وما لهمش دولة والكلام ده كله، ليه ما قالوا لهمش في حاجة اسمها ولاية الفقيه؟ لكن كما ذكرنا الشيعة ما بيسألوش واليهود برضو ما بيسألوش، لكن كان في أول الأمر اليهود شايفين أن الرجوع إلى أرض فلسطين بدون مجيء المسيح الصادق هذا نوع من الكفر. هو جايب نقل هنا عن واحد من كبارهم قوي من قبل هرقل بيقول ان الوعد بالرجوع الى ارض الميعاد لن يتحقق الا مع ظهور مسيح جديد، ودي نقول كثيرة عندهم كما ذكر. وده كان الكلام بدأ تأثرا بالروح القومية، قلنا دي عملت الروح القومية في أوروبا عملت حاجتين دفعوا اليهود دفعا ان هم يحاولوا يوجدوا وطن. الأول ان هم بقوا منبوذين أكثر من أي وقت مضى، بمعنى بيتقال لهم اخرجوا احنا بنقيم الآن ملك فرنسا او احنا دول بيقيموا ملك انجلترا الى غيره. الأمر الثاني إن هم لقوا نفسهم أحرار، ما عادش فيه سيطرة كبيرة عليهم ومعاهم أموال ونحو ذلك. بيقول بدأ الأمر في الكلام دعا على واحد اسمه فينيش يهودي إنجليزي، كتب كتاب عنوان نداء إلى اليهود بأن هم لازم يكونوا وطن ويتجمعوا فيه بدل ما هم أشتات. وبدأ بعضهم بدأ الكلام على فلسطين كما ذكرنا بين الأخذ والرد، وإن كان معظمهم كانوا شايفين إن فلسطين ما تنفعش. هنا بينقل برضو عن بعض المؤرخين إن الموضوع لما الفكرة تعمقت لدى أكثر من مفكر يهودي، وذكر أسماء كذا واحد مش هيعنينا كتير يعني دول، وبدأت تتسمى
بالحركة الصهيونية أو بدأ يأسسوا حركة اسمها أحباء صهيون، وصهيون جبل في فلسطين، يعني أحباء شعب الذي عاش على جبل صهيون، وإن كان ما كانش ده بالضرورة أيضا مطالبة بالعودة إلى فلسطين، هم قرروا أن هم يستفزوا الشعوب الأوروبية لمزيد من الكراهية لليهود. تخيل دي عقلية اليهود، يعني إيه؟ هم عايزين دلوقتي الأطفال بيقولوا لهم ارحلوا يا يهود، لا هو عايزين الأمر يبقى أعلى من يبقى لعبة أطفال، يعني طب خلاص بقى، يعني يوصلوا الناس ان هم فعلا يقعدوا يدوروا لهم على حتة يرحلوا فيها. فبدأ اليهود يستفزوا الشعوب ويثيروا كثير من الفتن اللي تعمق النداء بان لابد من رحيل اليهود، عشان اقول لهم خلاص شوفوا لنا ايه حتة نرحل فيها. وبيقولوا ان الامر يعني وصل الى ذرة انه يبقى حركة بالمعنى الدقيق لكلمة حركة، ولها ظهور على يد هيرسل اللي هو المشهور انه هو مؤسس الحركة الصهيونية، وعقد المؤتمر الصهيوني الاول في سويسرا سنة 1897. كده دخلنا بقى ايه كده، ده اخر القرن 19 واوائل القرن 20 اللي شهد بعد كده الحرب العالمية الاولى، يعني اللي شهد تشكيل العالم في صورته الحالي. برضو هيرتزل ما كانش محدد فلسطين قوي، ولكن اشار اليها. كان في الكتاب اللي تبنوا الفكرة على مدار تاريخها، ناس منهم ذكروا الأرجنتين، ناس ذكروا أوغندا، ناس ذكروا سيناء، ولعل بيقولوا ان ده كان يعني كان في خطوات عملية في موضوع انشاء وطن قومي لليهود في سيناء، والسلطان عبد المجيد العثماني رفض. يعني موضوع اذا القضية كانتش فلسطين قوي، بمعنى كان في محاولة جدية لان هم ياخدوا سيناء. ليه؟ لانهم كانوا عايزين ارض فاضية، هم كانوا بيدوروا على اي ارض فاضية ولكن في نفس الوقت فيها مقومات حياة. والدعوة حتى ذلك الحين كانت دعوة الى اقامة وطن قومي لليهود وليس دولة، بمعنى بقعة من الارض كل اللي يسكنها يهود خاضعين لسلطان دولة ما، كانتش تفرق معاهم. أما لما كانوا عايزين يعملوا وطن في سيناء كانوا عايزين يبقى تابع الخلافة العثمانية، لما كانوا عايزين يعملوا وطن في أوروبا كانوا عايزين يبقى تابع التاج البريطاني، بس عايزين بقعة يعيش فيها اليهود وتغلق عليهم وتكون السلطة السياسية الحاكمة فوقهم تراعي معتقداتهم وشعائرهم الدينية إلى آخر ذلك. وظل الكلام ده لغاية وقت قريب جدا، وده برضو احنا بنحب نقوله عشان احيانا احنا بنعطي للاعداء اكبر من حجمهم. نقوله اسرائيل الحركة الصهيونية حددت، وفي المؤتمر اللي قاله وبعد 50 سنة هيتقوم وقامت في 8. وما كل الكلام ده كانوا بيتكلموا على وطن وليس على دولة، ولكن وجدوا ان الظروف متاحة انهم يعملوا دولة. وكلمة وطن دي كانت تعني اللي هو في مصطلح السياسة وربعال، المصطلح ده كان ظهر في وقتها فعلا شيء اشبه بالحكم الذاتي، زي ما كان في وطن اسمه مصر تابع للخلافة العثمانية بيعيش فيه المصريين، وطن اسمه نجد، كانوا يعني عايزين حتة فاضية يتقال دي بقت بتاعة اليهود. فكان في محاولات كتيرة تراوحت في كل قارات الدنيا، يعني كان في كلام على سيناء ودي اتخذ لها اجراءات عملية كما ذكرنا، وخطب السلطان العثماني بشأنها. كان في اوغندا في
في قلب إفريقيا، لأنه يقولوا إن هي مناخ ملائم للأوروبيين، يبدو فيها مرتفعات بتجعل المناخ ليس كسائر البلاد الاستوائية الإفريقية وهكذا. لكن أيضا هرتزل كان من المقتنعين بأنه يا إما فلسطين يا إما بجوارها، عشان كده كان مؤيد قوي يا إما فلسطين يا إما إيه سيناء، وقال ممكن ناخد أوطان أخرى لكن يكون في المقام الأول عايزين تجمع في المنطقة ولا يشترط فلسطين. طبعا إيه لأنه من عقيدتهم كما ذكرنا أنهم حيدخلوا فلسطين يوما ما، لكن الخطوة دي خطوة إنشاء وطن قومي ما كانتش لازم أنها تكون في إيه في فلسطين، لأن هم عندهم هم حيدخلوها مع المسيح الذي يظنون أنه سوف يكون. كان في الوقت دوت سواء بالنسبة لاختيار فلسطين أو اختيار سيناء، إنجلترا ما زالت تحتفظ بقدر من الهيبة من الدولة العثمانية. يعني إنجلترا كانت كما ذكرنا يعني احنا هنا بنتكلم على الحركة الصهيونية في قبل ما تدخل سنة 1900. هي طبعا مكاتبات بريطانيا والشريف حسين بدأت 1915، فإذا قبل كده كانت لسه إنجلترا ما حددتش إزاي تسقط الدولة العثمانية، فكانت بتتعامل معاها بقدر من الهيبة والاحترام، غير أنه ما كانش لسه إنجلترا اقتنعت بوجهة نظر كانت تدعمها روسيا آنذاك أن الدولة العثمانية تحولت إلى رجل إيه مريض. ففي الحرق الوقت المبكر للحركة الصهيونية، مع أن إنجلترا كانت خدت قرار أنها تدعم اليهود من جهة تتخلص من اليهود اللي عندها، ومن جهة هي كان خلاص الحركة القومية اليهودية نضجت وسيقوم لهم وطن عاجلا أم آجلا، فكانت إنجلترا قررت أن الوطن ده يبقى أحد الأوطان التابعة لها، فكان هي طمعت وكانت خدت خطوات عملية أن يبقى الوطن العربي اللي حينسلخ من الخلافة العثمانية حيبقى تابع لها، عم بالك بالإيه بالوطن اليهودي وما يمكن أن يحوي آنذاك من أموال ونحو ذلك. فكانت بريطانيا حريصة على ألا تخرج الحركة الصهيونية من أيديها، لا سيما أن فرنسا كانت أسبق في مغازلة الحركة الصهيونية كما أشرنا، لكن يعني التظاهر المستوى العسكري لصالح بريطانيا هو الذي مهد لبريطانيا أنها تحتضن الحركة الصهيونية. فكان في الوقت دوت بريطانيا غاية ما هنالك بتحاول تقنع السلطان العثماني زي ما اقنعت كده الشريف حسين انها بتحبه وانها عايزاه، فقط ان الخلافة تعود الى رجل من اهل البيت النبوة. كانت بتحاول تقنع السلطان العثماني ان هو دولته بتعاني ازمة مع الروس، وانه حيلاقي مين احسن من اليهود معاهم اموال ويجيد التجارة وينعش اقتصاد الدولة العثمانية المنهار، لا سيما ان هم كانوا حيدفعوا وكانوا بيعرضوا اموال كثيرة في مقابل شراء سيناء او فلسطين، وكان حاولوا يشتروا سيناء من السلطان عبد المجيد وحاولوا يشتروا سيناء من السلطان عبد الحميد. كان السلطان عبد الحميد كان له الكلمة المشهورة اللي هو قال لهم يعني اخبروا الدكتور هرتزل ان يوفر امواله ولا يعرضها مرة ثانية، ولعله اذا تفتتت دولتنا أن ينال ما يريد بلا ثمن، ولكني لن أكون أنا الذي أفتت إلى غيره. فالمقصود هو السلطان عبد الحميد كما ذكرنا بيمثل الرجل اللي أدرك قواعد اللعبة متأخرا، يعني جه في زمان كان لديه رؤية سياسية واضحة للعالم من حوله، لكن جه بعد سلطانين او ثلاثة كانوا ووصلوا الدولة العثمانية للي هي فيه. فلما يأس الحركة الصهيونية من ان انجلترا سوف تتحرك تحرك اكثر من التحرك الدبلوماسي لاقناع الدولة العثمانية،
بدأوا يتحركوا هم وبدأوا الفلوس اللي كانوا هيدفعوها للسلطان العثماني. هو فعلا قال لهم وفروا عليكم فلوسكم، هو شايف ان الدولة بتنهار هتيجي يوم تاخدوها ببلاش، بس هم ما وفروهاش قوي. هم راحوا دفعوا رشاوي للحكام في فلسطين الولاة بحيث يسمحوا بالهجرة اليهودية لفلسطين دون علم السلطان العثماني. طبعا السلطان من أول ما بدأت بوادر تجمع اليهود الفارين من محاكم التفتيش في الأندلس، وبدأ يبدو للسلاطين العثمانيين ان هم بيركزوا وجودهم في سيناء وفلسطين، صدرت عدة اوامر ومراسيم سلطانية كان كل سلطان بيجددها بعدم سماح استيطان اليهود في سيناء ولا في فلسطين. وطبعا لما طلبوا يشتروا سيناء كان معروف انه لما يترفض الطلب هيحاولوا يتواجدوا بلا شراء، فتم تجديد هذه المراسيم. وتم لما حاولوا يشتروا فلسطين تم تجديدها، الا ان هم استطاعوا التحايل على المراسيم، هذه المراسيم عن طريق دفع الرشاوي. طبعا كان احد عوامل انهيار الدوله العثمانيه ان كل الولاه كانوا بياخدوا بقشيش، وطبعا بعد كده البقشيش ده ارتقى شويه وبقى اشرف من الرشوه، يعني بقى شيء بيدفع لمن يؤدي خدمات وان كان لا تكون اجره، بيبقى نوع. لكن وقتها كان اللي بياخدوه الولاه كان اسمه بقشيش والموظفين العموميين. والسلطان عبد الحميد احد الظواهر اللي رصدها ظاهرة البقشيش، كان بيقول ان الاوروبيين بيقولوا ان من عوامل تفكك الدولة العثمانية البقشيش، وللأسف هو كان شايف ان الامر مش خطير لهذه الدرجة، مع ان البقشيش اتبعت بفلسطين. يعني في الواقع ان اليهود الحركة الصهيونية العالمية لجأت للسلاح البقشيش في للولاء في بلاد فلسطين للسماح بهجرات يهودية، وتم هجرات كتيرة، وتم إنشاء جامعة زراعية لخريج متخصصين في الزراعة لكي يستصلحوا الأراضي البور في فلسطين. طبعا هو كان التركيز برضو الأول وحتى هذه اللحظة ان هم مش هيطردوا حد من اراضيه، ارض فلسطين نصها كان مستصلح ونصها بور، والنص البور ده قابل للاستصلاح. فهم كان من ضمن العروض اللي بيعرضوها بسخاء على السلطان العثماني، خد فلوس بيع لنا الارض البور دي، نعمرها لك ونصلحها لك ونعمل فيها منتجات زراعيه، وبعد كده خدها بيع لما نيجي نبيعها لاوروبا افرض عليها رسوم. يعني الامور كله فيها منفعه اقتصاديه عاليه، ولكن السلاطين العثمانيين لا سيما السلطان عبد الحميد رفض. فبدأوا ينشئوا يخرجوا ناس متخصصين في الزراعة داخل فلسطين في الوقت المبكر دوت. طبعا بدأت بوادر الحرب العالمية الأولى في سنة 1913 واشتعلت في 1914 ولغاية 1918. وكان اليهود كما ذكرنا لهم ثقل مادي كبير جدا في أوروبا، فمن أجادوا اللعب بالورقة دي كويس جدا، إن المنظمة الصهيونية أعلنت أنها ستقف على الحياد من الحرب الأوروبية، مما يعني الحياد ده معناها إيه؟ إنه اللي يدفع أكتر اللي يقدم بعد كده. فكانت انجلترا يعني هي قرأت الاحداث كويس، وكانت عارفة يعني بالضبط ايه اللي يسيل لعاب المنظمة الصهيونية، وفي نفس الوقت ال
اليهود لم يكونوا بعيدين عن الترتيبات التي تتم بين بريطانيا والشريف حسين، وبالتالي اليهود كانوا عارفين رغم ان عدة قوى حاولت انها تستملهم، لكن كانوا عارفين ان الامر ان الاقدر على ان هو يجيبهم في سيناء او في فلسطين اللي هم كانوا الاختيارين اللي رسى عليهم الاختيار هي انجلترا، ولكن كانوا فقط بيقولوا لها انها تقدم السبت يعني. وبالتالي سارعت انجلترا الى اصدار وعد بلفور، وهو شيء محير، بمعنى ايه اللي يخلي دولة تصدر وعد لشيء لسه ما بقاش على ارض الواقع؟ يعني هو برضو بيطرح هنا تساؤل، بيقول انه ربما يكون المسألة في عدة امور اقربها ان هم كانوا عايزين يستميلوا الحركة الصهيونية ويثبتوا ان في نوايا جادة وليس مجرد وعود. وفي ذات الوقت كان اليهود بدأوا يتغلغلوا جوه امريكا، وكانت امريكا واخدة قرار، احنا قلنا امريكا كانت ماشية مع النهضة الاوروبية بنفس المعدل ان لم يكن اعلى، ولكن بعد الحرب الاستقلال وطرد الامريكان للانجليز، احنا قلنا ان في تكونت قناعة لدى المهاجرين ان هم مش عايزين يستنسخوا اوروبا عندهم بنفس حروبها ونفس نزاعاتها، ولا سيما ان التاج البريطاني عاملهم باستعلاء، عملوا انهم مواطنين من الدرجة الثانية زي ما بيعامل اي دول محتلة، مع انهم في الاصل مهاجرين من انجلترا ومن ايرلندا وغيرها. فقاتلوا القوات الانجليزية وكونوا الولايات المتحدة الامريكية، وحاولوا الضغط على كل الدول الاخرى، فرنسا واسبانيا وغيرها، انهم يصفوا مستعمراتهم في القارتين. ولكن بقى الامريكان في الحالة دي بقى كان عندهم كل، بدأوا من حيث انتهى الأوروبيون، فالأوروبيون شغالين وهم شغالين في نفس الوقت في تطوير الأبحاث العلمية والسلاح وخلافه، ولكن خدوا قرار ان هم لن ينخرطوا في صراعات أوروبية ولن يمالئوا طرف على طرف ولن يستدرجوا الى حرب. قالوا احنا مش محتاجين حرب، عندنا قارة واسعة، كل الدول الاخرى اللي فيها ما هيش على مستوى القدرة اللي عند امريكا، انها كانت مستعمرات وامريكا ضغطت على الاسبان وعلى غيرهم يمسوا الشبوء ويسيبوها بدون موارد للتقدم والصناعة وغيرها، فارض شاسعة فيها الزراعة، فيها محيط من ناحيتين، في وقت كانش فيه طيران، وطبعا الطيران حتى كونه يقدر الى الان الطيران ما ينفعش يعبر المسافة دي كلها بالذات الطيران الحربي، وكانوا طبعا اخترعوا عشان كده حملات الطائرات، يعني كان في الوقت ده الطائرات والسفن وغيرها مش ممكن تغير تبقى طالعة من اوروبا على انها رايحة تحارب وتبقى قادرة فضلا عن اي مكان تاني في العالم. ولذلك هزم الانجليز لان الامدادات كانت تتأخر عليهم، مع ان هم كانوا امبراطورية قوية جدا، هزموا امام جماعات التحرير جوه امريكا. فامريكا كانت واخده سياسة انها لن تتدخل في صراع اوروبي، وانها سوف تحاول ان تكون وجه اوروبي اخر يتسم بالدفاع عن معاني الحرية والعدالة. يعني بمعنى بدأت امريكا تكلم العرب، كلمت الدولة العثمانية بان امريكا حاجة وانجلترا حاجة، وان الامريكان دول ناس يعني اوروبيين هربوا الى الحرية وبيحترموا الجميع، وبالتالي خدوا مزايا في يعني في التجارة مع الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الاولى، خدوا مزايا ايضا، مدوا جذور الصداقة مع اسرة محمد علي في مصر ومع في سوريا وفي غيرها. بمعنى امريكا في الوقت ده كانت سياستها الخارجية
أشبه ما تكون بسياسة الصين الآن. يعني شوف سياسة الصين عاملة ازاي، كانت قريب من كده، ومع ذلك تواجد اليهود فيها بقوة. انجلترا كانت خايفة جدا من ألمانيا، وكانت تتمنى ان امريكا تقرر الدخول معاها ضد ألمانيا، فوجدوا ان الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحرك امريكا انها تنضم في حلف مع انجلترا هو اليهود. وبالتالي وعد بلفور كان ايه؟ يعني له اهداف سياسية كتير، في ان انجلترا تثبت انها هي التي تحتضن اليهود، وبالتالي اليهود اللي في امريكا واللي كانوا برضو جايين باموالهم ومسيطرين الى حد كبير على الاقتصاد الامريكي، كان يبقى لهم دور في توجيه امريكا انها يعني تتدخل في الحرب ضد ألمانيا. اللي وعد بلفور كان عبارة عن خطاب من بلفور وزير الخارجية البريطانية آنذاك إلى اللورد روتشيل وزير المستعمرات. كان بيقول له: عزيزي اللورد روتشيل، يسرني سرورا كثيرا أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة جلالة الملك أو جلالته، التصريح الآتي الذي يعلن العطف على المطامع اليهودية. وقد عرض هذا التصريح على الحكومة البريطانية فوافقت عليه. إن حكومة جلالته تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يغير الحقوق الدينية والمدنية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى. وأكون ممتنا لكم لو أبلغتم هذا التصريح للاتحاد الصهيوني. هنا اليهود كانوا منقسمين في أمر الوطن القومي، لأن بعض أثرياء اليهود، طبعا العالم كان بيتشكل آنذاك، وكان عالم بيتشكل على أسس قومية، فبعض أثرياء اليهود المستريحين في أماكنهم قالوا: طب لو عملت وطن قومي لليهود، إيه اللي يضمن لنا أن إنجلترا ما تكرش اليهود اللي عندها؟ ثم على السعيه اللي عملت لهم وطن، ثم تحاكيها باقي البلدان الاوروبيه. فالوعد جاي يطمنهم: هنجيب لكم وطن، واللي عايز يفضل عندنا على الرحب والسعه، وهيفضل ايه؟ دون انتقاص من وضعه السياسي ولا حقوق، دون انتقاص من الحقوق ولا الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى. في نفس الوقت لما جه يطمن العرب، ما هو عارف التصريح ده هيروح للشريف حسين وده محامي يعني هيزعل، فقال ايه؟ دون ان يغير الحقوق المدنية والدينية، ما قالش والسياسية، يعني من الاول الصياغة لباقي الطوائف. ودي كلمة توحي بان كأن وقت صدور وعد بلفور كان اليهود أكثرية في فلسطين وفي طوائف تانية، مع أن الأمر لم يكن إيه كذلك. المهم هو ده الوعد اللي الدنيا هاجت عليه بعد كده. أيضا الشريف حسين اتصل، أرسل يستفسر، وجاله الرد: لا تقلق، وجود وطن قومي لليهود في فلسطين لن يؤثر على قيام دولة عربية موحدة تضم الجزيرة العربية وبلاد الشام من ضمنها فلسطين والعراق. فإذا كأن طبعا برضو هم المؤرخين العرب كما ذكرنا المعاصرين يهتموا قوي بالسياق الأحداث، إن في وثيقة طلعت من إنجلترا بعد وعد بلفور تؤكد أن الأمر مجرد تسكين لليهود وأن النظام السياسي لن يتغير. يبقى عشان بس بيجوا يتكلموا على الايه
الصراع القانوني في إثبات مدى قانونية دولة إسرائيل وفقا للقانون الدولي. أنا لا أدري أصلا يعني القانون الدولي يعني من سيحكم به حتى لو كان، بس على أي حال هم الناس يعني عايشين المعركة بهذه الصورة. فبذلك يعني اضطرت انجلترا بعد صدور وعد بلفور انها تصدر اكثر من تطمين للعرب على شكل مكاتبات، بعضها مع الشريف حسين وبعضها مع بعض المثقفين العرب، من انها مستمرة في سياساتها وفي دعمها لقيام الدولة العربية في المناطق المشار إليها بما فيها فلسطين. ومع ذلك هي ملتزمة بالوعد الذي أعطته الحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود. وكان التفسير اللي هي انجلترا ما تطوعتش وقالته، بس كل الناس قال لك لما يقول اللي هيعطي فلسطين سياسيا للشريف حسين ويخلي منها وطن قومي لليهود يبقى حاجه كده اشبه بالحكم الذاتي. كان انجلترا نفسها ما كلفتش نفسها في ذلك الوقت ان تفسر كيف اعطت الوعد ده والوعد ده. وفي الاخر لما جه يصدر قرار التقسيم سنة 47 قال لك إذا كانت إنجلترا كانت هي السلطة الحقيقية في ذلك الوقت فهي قد أعطت وعود متضاربة يستحيل الوفاء بها جميعا، وبالتالي الحل إن كل واحد ياخد حته. يعني هم عشان يعني هي فضلت تدي وعود متضاربة وفي الآخر قال طب ما دام متضاربا قسموه وهكذا. فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتكوين عصبة الأمم كان في بلاد انجلترا وفرنسا وغيرها محتلينها من قبل الحرب العالمية الأولى، وفي بلاد واقعة تحت السيطرة العثمانية لم تكن محتلة. يعني مصر كانت تحت الدولة العثمانية اسما لكن كانت محتلة من انجلترا، لكن فلسطين كانت تحت الدولة العثمانية فعلا ولم تكن محتلة بأي قوات احتلال، وإن كان انجلترا حاربت جيوش الدولة العثمانية في فلسطين جنبا إلى جنب مع جيوش الشريف حسين، انطردوا جيوش الدولة العثمانية من فلسطين. بدأوا يكونوا عصبة الأمم عشان يحلوا النزاع ويوقفوا الحرب ويمنعوا أنها تعود مرة تانية، فاتفقوا ان العالم يعيش في سلام ووئام الى اخر ذلك، وحق الشعوب في تقرير المصير الى غير ذلك. وبعدين قالوا ان الشعوب التي لم تحصل على قدر كافي من الثقافة وتجربة ادارة شؤون البلاد والحكم والديمقراطية وحكم الشعب الى غير ذلك يجب ان يفرض عليها وصايا من دولة متقدمة تحت مسمى الانتداب. وبالتالي كان يقولوا ايه احتلال ولا انتداب، وكان ممكن يقولوا ايه الاحتلال خلص مصر حصلت على استقلالها في معاهدة 36 ولكن استبدل الاحتلال بايه بانتداب، يعني شالوا اليافطة دي وحطوا اليافطة دي، كان احتلال خلاص عايزين استقلال خلاص يا اخوانا خلص الاحتلال دلوقتي بقى انتداب راح حاطين. لكن فلسطين دخلت في الانتداب البريطاني على طول. الانتداب ده نظام أقرته عصبة الأمم، عصابة الأمم، عصابة الأمم الأوروبية اللي كانت بتتفق إنها ما يتعاركوش مع بعض لكن على قواعد نهب البلاد الأخرى. بدل ما كانت سايكس بيكو إنجلترا وفرنسا وروسيا، لا كلهم قعدوا بقى وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكذا عشان يحطوا نظام لنهب الدول الأخرى سموه نظام الانتداب. وكانت انجلترا حريصة جدا على ان يكون فلسطين تحت الانتداب الايه البريطاني. طيب فين بقى العرب؟ العرب حاربوا مع انجلترا
عشان الدولة العربية الموحدة، وبعدين قد الدنيا خلصت اهيت وتركت الدولة العثمانية بتقسم، فأين هذه الدولة العربية؟ فقالوا للشريف حسين يبعث فيصل ابنه ممثل عن العرب، وفي آخر الأمر بعد سلسلة من الألاعيب أنه يرضى بأن الممثل الحركة الصهيونية يجي يا يمشي، يعني ما دام هو مش عايز يقعد مع ممثل الحركة الصهيونية يبقى هو كمان غير معترف بممثل العرب، فاعترف أنه هو بالحركة الصهيونية وبممثلها، بل عملوا اتفاق مع بعض أنه إن هما الاثنين فاهمين أن وعد تركيا وعد إنجلترا بالدولة العربية لا يتنافى مع وعدها مع وعد بلفور. يعني الفيصل وفايد زمان وصار فيما بعد أول رئيس لدولة إسرائيل، كان هو في الوقت ده هو رئيس الحركة الصهيونية، وقعوا على مذكرة تقول ان هما الاثنين حبايب انجلترا وابناء انجلترا، وان هما الاثنين شايفين ان انجلترا سوف تستطيع ان توفي بما قطعته على نفسها من انها من قيام الدولة العربية، وفي ذات الوقت من وجود وطن قومي لفلسطين لليهود في فلسطين. طبعا اليهود بيقولوا دعنا من كل ما سبق، لما يجي الكلام على القانون الدولي يقولوا ادي اتفاق وقع في عصبة الامم، وقعوا فيصل ابن الشريف حسين الممثل الوحيد للعرب في اتفاق الصلح وفي تأسيس عصبة الامم، واقر فيه وعد بلفور. طبعا ايضا المؤرخين العرب لديهم حجج، يعني شايفين ان الكلام ده مش ملزم لهم، وان الاتفاق اتحط معاه انه الاتفاق بين فيصل وفايد زمان انه الامر ده مشروط بقيام الدولة العربية بوفاء انجلترا بوعودها في الدولة العربية، وطالما هي انجلترا ما وفتش يبقى الاتفاق ده ايه لازم. وطبعا يعني المؤرخين العرب واقعين في واقع يعني الشريف حسين وابنائه سايبين لهم تركة قانونية يعني ثقيلة، يعني زي يعني محامي رايح يدافع عن متهم اعترف على نفسه وبصم على الاعتراف، فهو بيحاول يعني هم واقعين في مأزق بلا شك، اتفاق تلو الآخر ومعاهدة تلو الأخرى، في الآخر هم باعوا فلسطين. ولكن يقولك طب وقتها مين تاني كان بيقول انه ممثل العرب غير دول عشان نتكلم معاه؟ مين كان ممثل فلسطين في الوقت ده عشان كان يقول لليهود لا ادي ممثل الدولة العربية الموحدة اللي هي كانت فلسطين جزء منها رضى بان فلسطين تبقى لليهود؟ طبعا ده برضو تكتيك الانجليز، ان هو لما جه يفصل الدول راح عاطل الشريف حسين حتة كبيرة جدا فلسطين جزء منها، فلما يجي يقوله تفصيل فلسطين يبقى هيتنازل عنها بسهولة، وفي نفس الوقت اهل فلسطين شايفين ان هم تحت يعني الدول بتتقسم بس في حد بيدافع عنهم تحت سلطانه الحجاز والعراق والاردن، ويعني اذا كويس هيبقوا ضمن دولة قوية، ويبقى في الاخر فوجئوا ان هم يعني ان هم واقعين تحت سيطرة عصابات يهودية، لان الانجليز اداروا المعركة بهذه الصورة، المعركة السياسية والترتيبات، ان الشريف حسين يبقى يتوعد بالحتة دي كلها، يتقال له طب بس فلسطين دي مش ايدك مش هتبقى عليها 100%، وفي الاخر طب سيبها خالص، وهو يوافق. وفي الاخر فعلا ليس الامر طبعا كانت قامت الدولة السعودية في بلاد وسيطرت على نجد والحجاز، فرست ان هو خد الاردن والعراق وتركها لابنيه، عبد الله خد الاردن وفيصل خد العراق، وبعد كده
يعني شجعت حركات ثورية خدت العراق من يعني أبنائه. يعني في الآخر هو أخذ نصيب يسير من الكعكة بعد ما استخدم في تخدير الشعب الفلسطيني. انه ما يقولش طب دلوقتي احنا كنا تابع الخلافة العثمانية، واذا كانت الخلافة العثمانية بتتقسم هنبقى تابع مين؟ هل هيقوم حركة فلسطينية مدام الكلام على قوميات؟ فوجدوا نفسهم ان هم جزء من دولة عربية كبيرة، فسلموا ان ده اولى بلا شك. وكانت ظل الخلافة مدام موجود، والناس يعني لما يخرج من عباءة خلافة اسلامية جامعة يبقى لا اقل من هو يكون ايه داخل ضمن عباءة دولة عربية كبيرة وهكذا. فده اللي تم بالضبط من ضمن ترويض انجلترا للشريف حسين وابنائه، ان هم في الاخر سلموا فلسطين لليهود. طبعا اللي حصل ان بريطانيا اصرت ان تضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني ولم تسلمها للشريف حسين. وطبعا الانتداب بالبريطاني الانتداب كان امر لو وفق القانون الدولي، امر ده قانوني بمعنى ان عصبة الامم يعرض عليها امر شعب عايز الاستقلال، شعب فلسطين شعب مصر يقول اه طيب تعال نشوف الشعب ده في حركة وطنية قوية ولا لا. لا مفيش. طيب نجيب له دولة كبرى تربي عنده حركة وطنية. احنا بنقول ان الحركات الاستعمار يعني شكل كثير منها وربى كثير منها، ده هو تصريحا يقولك عايزين تتحرروا. لا طب الاول في حركة وطنية قوية زي حركة اتاتورك؟ لا مفيش. يعملوا واحدة اختها، وكان مطلوب حركة ترحب بالتعاون الدولي وإلى غير ذلك. فكان يوم عصبة الأمم تقول لا الدولة دي منفعش استقلال، ننتدب لها دولة تعلمها أساليب الحكم ونحو ذلك. هم الدولة في معروف كده دي دخلة في حيازة أنه فتوة منهم، فهي كان بسهولة جدا بيصدر القرار دايما القرارين مع بعض. قررت عصبة الأمم أن فلسطين تدخل تحت الانتداب، وقررت أن يكون الدولة المنتدبة هي انجلترا، لأنه بيبقى معروف المسألة مش محتاجة كبير عناء. وبدأت انجلترا تبقى هي الحاكم الفعلي في فلسطين، بل الحاكم الوحيد. يعني كما ذكرنا في مصر مثلا كان في الاحتلال اللي استبدل بانتداب، ومع ذلك في ملك كان الأول والي عثماني. لما أعلن سقوط الخلافة رسميا بقت أعلنت مصر ملكية، وبقى في ملك بيحكم في أحزاب وفي انتخابات وفي حكومة بتتشكل. يعني سلطة الاحتلال هي مجرد سلطة إشرافية على أن الحركة الوطنية لم تخرج عن المضمار اللي الاحتلال عايزه، لكن على الأقل في سلطة، في سلطة أخرى غير سلطة الاحتلال. بينما في فلسطين كان الاحتلال هو السلطة الوحيدة، كان الانتداب هو السلطة الوحيدة. وبدأ يفتح الهجرة لليهود واستصلاح الأراضي البور لليهود. ما كناش لسه دخلنا في مرحلة تهجير العرب من أرضه، لا المرحلة الأولانية ديت. طبعا الدرس اللي ممكن تستفيده من دأب هؤلاء القوم اللي هم بيقولوا عليه سلو ماتشور، يعني بطيء لكن اكيد شغالين. اما مسألة ان هم كانوا مرتبين الامور بالورقة والقلم، احنا زي ما احنا شايفين الامور ايه عمالة تنحرف في منحنيات، ولكن في هدف في دماغه وبيتعامل مع معطيات كل حدث جديد ايه اللي بيتم فيه وازاي يوصل للهدف. الآن مفيش داعي لاستثارة العرب في أراضي بور، عايزين يكونوا يمكنوا منها اليهود، فيجيبوا اليهود ويعلموهم الزراعة ويعملوا مستعمرات
وبعدين عشان تبقى ديت معروفة انها لليهود يحطوها باسوار وتبقى جواها المساكن والمزارع كلها جوا سور كبير، ويدوهم سلاح يحرسوا الاسوار ديت، في حين ان كان خلاص الدنيا من قبل ده بكتير ما فيش حاجة اسمها سلاح مع الافراد، كتوجه عالمي مع وجود الدول القومية اللي لها سيطرة ولها، كان المدنيين ما بيحملوش سلاح، لكن انجلترا في فلسطين كانت بتسلح اليهود عشان يحرسوا المستعمرات اللي هم عملوها في الاراضي البور القابلة للاستصلاح. وبدأ حتى استخراج المعادن من البحر الميت وغيره كانت انجلترا بتوكله لليهود، وكل ده والشعب الفلسطيني لم يدخل المعركة لان مفيش معركة، المعركة معركة سياسة، والامر كان مع الشريف حسين، والشريف حسين ضحى بفلسطين. الشعب الفلسطيني مش يعني شايف يهود في الوقت ده مسلمين، في خطر واضح، بس هتعمل معاهم ايه؟ السلطة الحاكمة هم الانجليز ومسيطرين بالسلاح وبكل شيء، الشعب الفلسطيني اعزل ولم تفرض عليه المعركة بعد، بس شايف في اراضي بتستصلح، في اعداد يهود بتزيد، في تجارة يهودية بتتكون الى غير ذلك من الامور. في الواقع ان انجلترا مع الحركة الصهيونية اجادوا بالفعل ترتيب الاحداث واجادوا التعامل معها وابتعدوا عن الاستفزاز، يعني مع ان يعني بعض ابناء الحركات الاسلامية لا يدركون يعني هذه المعاني كسنن كونية، بمعنى هو عنده ارض فاضية ليه يروح يشاكر في الارض المزعوم، فكان بيحاول يكسب الارض الفاضية الاول ومنها يجعلها قاعدة انطلق منها او نحو ذلك. يبقى في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين سيطر اليهود على عدد كبير من الاراضي الزراعية الجديدة التي استصلحت، سيطر اليهود على حركة التعدين، سيطر اليهود على التجارة، وبدأت مرحلة تهجير العرب بالطرق السلمية. ازاي؟ ان بريطانيا بصفتها السلطة الحاكمة رفعت الجمارك على الصادرات الحاصلات الزراعية بنسب باهظة جدا، فجعلت سعر المنتجات الزراعية الفلسطينية سعر غير منافس لما يروح لأسواق أوروبا، وبالتالي صار المزارع الفلسطيني بيزرع ولا يجد سوق لمنتجاته، وفي نفس الوقت يجد أن اليهود يعرضون عليه ثمنا لأرضه اللي هي واقفة ما بتنتجش أو إنتاجها، بيعرضوا عليه أسمان باهظة. ومن هنا جاءت قصة بيع العرب أراضيهم لليهود. في الواقع اليهود زي ما كده خلوا ان هم 350 الف قتيل على يد النازي انقلبوا الى 5 مليون، يعني ضربوا في حوالي 15 ضعف كده. نفس المسألة تقريبا يبدو ان هم 15 ضعف ده له يعني دلالة عندهم، هم اشتروا 7% من الاراضي الزراعية في فلسطين تحت ضغط الضرائب الباهظة اللي فرضتها انجلترا واعاقت على المزارعين الفلسطينيين طرق التصدير. وبعدين راحوا قالوا لا ده احنا الاراضي دي 100% شارينها من العرب. كما ذكرنا اليهود في معركة بتدار شق منها قانوني، اللي احنا بنتكلم في بعض او بنضطر الكلام في بعض تفاصيله في الواقع لان المؤرخين الاساتذة التاريخ المعاصرين شايفين ان الموضوع ده لازم يتعالج، ولا بأس بمعالجة، وشق منها اعلامي
بمعنى يقول لك الناس دي اليهود لما بيخبوا الرجل الأوروبي الخام اللي ما عندوش عداء قوي للإسلام، لأن بقى معظم بتوع أوروبا أستاذ ذكرنا شأنهم وعداءهم للإسلام وغير، وإن كان نابع أيضا من حب للدنيا لكن في النهاية عداء للإسلام، لكن قد يوجد في أوروبا أناس بالفعل مش عارفين الدنيا فيها إيه وللحرب دي سببها إيه، يقول والله الناس روحنا اشترينا منهم أراضيهم بأضعاف أضعاف ثمنها وبعدين عايزين نرجع في كلامها عايزين يكرشونا منها. فهو جزء بلا شك يعني هو ما بيختصرش على سلاح واحد انه معاه قوة، ولا معاه قوة ومعاه سياسة ومعاه إعلام وكل يعني بحيث ان ما فيش ثغرة يعني يؤتى من قبلها. فبلا شك ده أجزمة بيع الأرض دي سلاح إعلامي خطير بيخلي معظم بلاد المسلمين لما تحصل حاجة في فلسطين هم مش باعوا أراضيهم عاملين جايين يقولوا لنا سبحان الله يا طب افرض في جيل خائن باع أراضيه، طب وبعدين الجيل ده مش خائن هنسيبهم نقول لهم أنتوا ولاد أولاد الخونة؟ حاجة عجيبة، مع إن الأمر مش كده فعلا، الأمر كل لأن التاريخ بالذات القريب يصعب تزويره إلى هذه الدرجة، بمعنى إن هم لو اشتروا كل الأراضي دي من العرب، طب الـ 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 العرب اللي موجودين إلى يومنا هذا كانوا فين؟ منين باعوا؟ منين موجودين؟ طب دير ياسين وغيرها اللي تهجرت بعمليات قتل جماعي، طب لما هم شاريين ليه راحوا قتلوا 250 رجل وامرأة وطفل في ليلة واحدة في قرية صغيرة؟ لو هم شاريين وهو اللي بيشتري ده مع مرحلة الشراء دي قبل ما يثور أي نزاع، في عرب عايشين وفي يهود بيتحركوا بمنتهى المسالمة، بيروح يشوف أرض بور الحكومة الإنجليزية بتقول له زرعها بيزرعها، فما كان حتى هذه اللحظة ما كانش فيه صراع. فالبيع ده تم ان فعلا واحد فلسطيني شايف ارضه ما بتنتجش، اليهود عرضوا عليه مبالغ بيبيع، يقوم هو طبعا اليهود مش ممكن هيبيع يقول له خد الفلوس واجي استلم منك بكره، يعني ده اخر حد ممكن يعمل كده اليهود. وبالتالي عمليه البيع معنى كده ان التسليم تم فيها ايه؟ سلمي. طب اما الحركات القتل والتهجير الجماعي للقرى كل ده يفند ان اليهود اشتروا الارض دي. فالحاصل ان هم باعوا. طب اللي باعوا ليه؟ ما اشوف بقى المعاصي يجروا بقى. اليهود كانوا انشأوا، اليهود والانجليز انشأوا بنوك تسليف زراعي، فالناس استلفت وزرعت اراضيها وجاية تصدر مش عارفة تصدر، طب هات الفلوس اللي عليك معهوش، طيب خلاص البنك اليهودي صادر الأرض، يعني حتى 7% دول تموا عن طريق المصادرة لصالح البنوك الزراعية أكثر منها عن طريق البيع. يبقى يعني ده إلا أن الأمر أن اليهود ما صبروش كثير كعادتهم، أول ما شعروا بقدر من الوجود والقوة بدأوا يستفزوا المسلمين. أما مع ان سياسة انجلترا كانت الاستمرار، وهنا بدأ يبتدي القدر من الاختلاف بين بريطانيا واليهود، ولكن طبعا لان العرب يعني في النهاية كانت ثوراتهم تحت السيطرة، فبريطانيا ما خسرتش اليهود قوي من اجل العرب، لكن بريطانيا كانت تفضل استمرار السياسة الناعمة إلى النهاية. ونفس الأمر هو الخلاف الآن بين الأمريكا وبين إسرائيل، بمعنى هل يوجد خلاف حقيقي بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية؟ ولما بيحصل خلاف مين اللي بينتصر؟ احنا قلنا من أول السلسلة خالص ان القوى الأوروبية زرعت اسرائيل مش العكس، واحنا بنتكلم اهو في مراحل ايه زرعها على ايد انجلترا. امريكا ورثت انجلترا بعد الحرب العالميه الثانيه، يمكن هي
الفترة اللي احنا بنحكي فيها دلوقتي كانت ان امريكا بتدخل الصراعات الدولية مكرهة مش عايزة تدخل. بعد شوية هي ورثت انجلترا وتعمدت اخراج انجلترا من اللعبة. الحاصل ان انجلترا زرعت اسرائيل، ولكن انجلترا لها تكتيك معين. اليهود بطبيعتهم المتغطرسة بيفسدوا ذلك التكتيك بما يعود بالضرر على انجلترا. يعني انجلترا كانت عايزة تسلم فلسطين كاملة لليهود وتمشي، وهي بتطبطب على كتف العرب ان ازاي سبتوا اليهود ياخدوها منكم، ده انا يعني كده. لكن اليهود اضطروهم ان هم يقاتلوا عز الدين القسام رحمه الله كما سأل. اليهود خلوهم يكشفوا وجههم. فبريطانيا تحاول تضغط على اليهود انهم يضبطوا نفسهم، لكن برضو الضغط ده لنهاية. ليه؟ لان اليهود بيعرفوا يفصلوا كويس، بمعنى لما بريطانيا تضغط خلاص مش مكملين اللعبة، هنرجع اوروبا تاني، او بقى الامر اعلى من كده، ضغوط اقتصادية ونحو ذلك. نفس الامر امريكا اكثر حرصا من انجلترا على الظهور بمظهر يعني الدولة الحانية، لانها جت في وقت كان الاستعمار خلص والاحتلال خلص وشعارهم هو تمثال الحرية الكلام ده كله. وبالتالي امريكا كانت لعبت اللعبة في فترة السبعينات بدرجة حرفية اعلى من اللي انجلترا لعبتها في فترة الحرب العالمية والحرب العالمية الثانية. ولكن بمعنى ان امريكا كانت عايزة تظهر انها حبيبة العرب، ولكن في ذات الوقت في التزامات تاريخية وادبية تجاه اسرائيل ما ينفعش تكسرها، لدرجة ان امريكا في حرب 73 كانت وكأنها محايدة كما يعني المقصود يعني ان بيجي لحظات والغطرسة اليهودية تفسد السياسة الامريكية. هم امريكا تضغط على اسرائيل، مفروض امريكا هي الكبيرة وهي اللي معاها القوة الى اخره، واسرائيل تنفذ اليهود. امريكا بقى امرها اسهل لان ده الشعب الديمقراطي بجد، واليهود يمتلكون فيه الاعلام، وكل سياسي هناك عندهم سجل له. وبالتالي السياسي اللي يقول لهم بيحاول يضغط عليهم هم بيطلعوا له ملفه اللي يخليه ما ينفعش رئيس. لدرجة ان بوش الاب حصل له درجة ثقة عالية بالنفس انه اليهود مش هيقدروا عليه، ده راجل يعني كان بينسب لنفسه اسقاط روسيا، وبعدين جه بقواعده العسكرية في الخليج والى غير ذلك. فلما اسرائيل هددت انها هتضرب العراق اثناء حرب العراق الاولى، فبوش حذرهم تحذير شديد اللهجة من انهم كده هيفسدوا عليه خطته. اليهود عاقبوه انهم حركوا الاحداث اعلاميا في اتجاه ان اللي ترشح قدامه يبقى كلينتون، اللي كان في الوقت ده بلا اي رصيد خبرة سياسية او نحو ذلك. وبرضو سياسة الاستفزاز ان كلينتون يبتدي يتكلم على ان سياسة بوش الخارجية مش عجباه، فبوش قال يعني كلينتون اللي بيتكلم ده الكلب بتاعي بيفهم في السياسة احسن منه، مع ان دي كلمة عند الامريكان مش عيب قوي يعني، الا ان الاعلام اليهودي ضخمها جدا ان دي مش اخلاقيات رئيس. وتم اسقاط بوش لصالح ايه؟ كلينتون. فاذا يعني في درجة ان الدولة اللي لها مصالح اصيلة بتحاول تمشي الامور بقدر من الهدوء. ساعات اسرائيل من باب اثبات نحن هنا، ومن باب ان هم مش مجرد اداة في ايد غيرهم الى اخر القائمة ديت، يخرج عن الخط وهو عنده وسائل ضغط على الدولة اللي هي مفروض محتضناه ومربياه. وفي الاخر الدولة سواء كانت انجلترا او امريكا ما يقدروش يستغنوا عن اسرائيل، لانهم محتاجينها اكتر من حاجة اسرائيل لهم، غير ان الساسة جوه امريكا لا
يستطيعون أن يستغنوا عن الدعم المادي والإعلامي اليهودي، بل على الأقل إن كانوا مستغنين عنه فما يقدروش يأمنوا شره إلا لما يرضوا السياسة الإسرائيلية الداخلية. المهم إن إسرائيل اليهود بدأوا يظهروا الاستفزاز، يظهروا احتفالاتهم، يحتفلوا عند حائط البراق يسموه حائط المبكى إلى غير ذلك. فبدأت تحصل اضطرابات، مواجهات بين العرب وبين اليهود. ما كانتش انجلترا بتتدخل، وكانت بتصدر دائما بيان بعد كل مواجهات انها ملتزمة بوعودها التاريخية للاثنين. وكان انجلترا بتسمي عادة النشرة التي تطمئن بها العرب واليهود انها ملتزمة بوعودها للاثنين بالكتاب الابيض، وكان الفلسطينيين بيسموه الكتاب الاسود. اقول لك الكتاب الابيض لعام 1922، مش عارف الكتاب الابيض لعام كانوا ثلاث اربع كتب على فترات متقطعة في من اول 1922 فما بعدها. حاولت بريطانيا تدعي ايضا انها فعلا حكومة انتداب، يعني هتمرن الشعب على الحكم الديمقراطي وتمشي. فقررت انشاء مجلس نيابي يتكون من 7 أعضاء عرب واثنين نصارى واثنين يهود. إلا أن بدأت هنا بداية حركة فلسطينية، تكون مجلس فلسطيني، ورفض المجلس التشريعي الإنجليزي وقالوا إن الحد الأدنى لمطالب الفلسطينيين وإلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال فلسطين كدولة إسلامية عربية، وتقرير ترك الفلسطينيين تقرير ماذا سيفعلون مع الأقليات الموجودة معهم. وبدأ لعل هنا الفتاوى بتحريم بيع الأرض لليهود، الفتاوى بتحريم البيع والشراء مع اليهود، مقاطعة اليهود اقتصاديا. طبعا بلا شك المقاطعة نتكلمنا قبل كده انها كمبدأ مقاطعة الاقتصادية يحتاج الى ترشيد، لان الان بيتقال قوائم، اولا بيتقال حكم ان هو حرام البيع والشراء مع الكفار، وده مخالف للشرع، من الشرع أباح البيع والشراء. وإذا ولكن عموما البيع والشراء مع المسلم أفضل، فيبقى دائما وأبدا المقاطعة مستحبة. وهل تصل إلى الواجب؟ محتاجة فتوى متأنية مبنية على دراسات، وليست فتوى متهورة أو سياسية أو إعلامية، زي سلع كتير بتكون يعني مملوكة المسلمين والعائد اللي على الكفار عائد يسير جدا لعلامة تجارية أو غيرها، ويتعمل ويتقال مثلا مقاطعة ويتقال تحريم إلى غير ذلك. من جهة ما ينفعش نغلظ الأمر إلى التحريم إلا لما يبقى فيه مفسدة متحققة فعلا من البيع والشراء مع الكفار، ويبقى الأمر في تحري في معرفة السلع التي تضر الكفار ولا تضر المسلمين. لكن طبعا لعل من أبرز الصور اللي يبقى فيها أمر المقاطعة مجدي صورة المقاطعة اليهود في الزمن دوت، لأن ده صورة من صور الاحتلال المدني. يعني كانت القوة العسكرية في الوقت ده في إيد إنجلترا، واليهود بيحتلوا الأرض تدريجيا عن طريق التواجد فيها بأنشطة زراعية وتجارية وغيرها.
يعني حصل في الفترة ديت يعني من انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1918 لغاية 1922 نمو بطيء وتواجد بطيء لليهود على الأرض الفلسطينية من 1922 وما بعدها لغاية قرار التقسيم في 47 كانت حركة بدأ الجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز في آن واحد، ولكن كان صورته قريبة أيضا من صورة العمليات الفدائية اللي كانت بتتم في مصر وفي الجزائر وفي غيرها ضد قوى الاحتلال. يعني ما فيش قوة وما فيش يعني حرب نظامية، ولكن كان بيحصل اضطرابات بين اليهود والمسلمين في مناسبات زي حصل في 1925 ان اليهود تجمعوا عند حائط البراق اللي بيسموه حائط المبكى، وخرج المسلمين وحصل مصادمات وحاول الانجليز تفريق الامر دون تدخل لصالح احد، انهم كانوا شايفين الامور تمشي بهدوء. وهكذا مناوشات بين المسلمين واليهود مع تدخل سلمي من انجلترا، الى ان بدأت انجلترا تعطي السلاح لليهود ليحرسوا المستعمرات الجديدة، فبدأ المسلمين ينتبهوا انهم لابد هم كمان يستعملوا السلاح، وبدأ يظهر نوايا انجلترا الحقيقية. برضو العجيب ان الشعب الفلسطيني انذاك لم يكن يدرك تماما ماذا تريد انجلترا، وقال هي بالفعل هتوفي بانه وعد. لعل الكلام اللي كان بيتردد عن المذابح النازية لليهود والعداء التاريخي بين اليهود والاوروبيين لم يجعل احد يتصور ان انجلترا يمكن ان توفي بعهدها مع اليهود. ربما كان متصور ان انجلترا بتلاعب الجميع الى ان تأخذ مصالحها وترحل، لكن واقع الامر ان الانجليز كانوا بيوطنوا لليهود بدرجة قوية جدا وسلموهم الامور، يعني كل ما يستطيعون تسليمه سلميا. وكما ذكرنا سياسة الانجليز في الوقت دوت كانت التمكين الهادئ لليهود في ارض فلسطين. ده هم اليهود هم اللي استعجلوا يعني، وهذا نتيجة طبيعتهم المتمردة، وإلا فالسياسة الإنجليزية كانت ترمي إلى أنه يتمكنوا أكثر من ذلك. ولعل الله تبارك وتعالى يعني قدر اليهود يعني يتحركوا بدري لكي تفيق الأمة قبل ما كانوا يفاجئوا أن وضع اليهود أقوى بكثير من الوضع اللي بقوا عليه. وهنا يبتدي سنة 35 يظهر بدأ تتكون حركة بقيادة الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين، وبدأوا يشعروا تماما أن انجلترا جادة في تسليم فلسطين لليهود. طبعا أنت بتقرأ التاريخ بعد ما تكشف كثير من أموره، فيعني من أكثر الأمور اللي تحتاج تستصحب معها المثل العربي القائل إيه، لعل له عذرا وأنت تلوم. بمعنى أن إزاي من 1918 ل 1935 17 سنة إلى أن وجدت حركة جدية لمقاومة اليهود. طبعا كما ذكرنا أمة مهزومة في الحرب العالمية الأولى، فلسطينيين مش عارفين ايه اللي بيحصل، بقعة صغيرة من العالم الإسلامي كانوا تحت الخلافة العثمانية، تقال لهم لا الشريف حسين طرد العثمانيين وتحالف مع الإنجليز عشان الأتراك دول أهملوا البلاد إلى آخره. طب ماشي الشريف حسين، فجأة الشريف حسين مش موجود، ده انجلترا اللي موجودة. طب انجلترا موجودة ليه؟ الشريف حسين بيقول اصبروا، ده هي موجودة مؤقتا وهتدينا البلاد. أمر عشان يدرك ويطلع جيل يدرسه ويشوف على أرض الواقع
في وقت ما فيش وسائل إعلام، يعني في مستعمرات زراعية بتتعمل، هيبقى حاجات كده الناس بتحكي عنها نوادر، ده في قلب الصحراء بلاد بتتزرع، طب اللي جواها يهود ولا عرب، دي محاطة بأسوار، مين حارسها، ده الإنجليز، لا اليهود، إلى آخر الكلام دوت. في الواقع في نهاية الأمر في عام 1935 عقد مؤتمر للعمال المسلمين في فلسطين، وقرر الفتاوى تحريم بيع الأرض لليهود، وطلب صريح من الحكومة الإنجليزية بوقف هجرة اليهود ومنع بيع الأراضي لليهود، وتوجيه نداء للحكام العرب والمسلمين لأن هناك مخاطر تحيط بفلسطين، وأن هناك اكتشفوا أبعاد المخطط وبيخاطبوا الجميع به، تأسيس جمعية الأمر المعروف عن المنكر تتولى تنفيذ هذه المقررات بالذات فيما يتعلق بأمر مقاطعة اليهود ومنع بيع الأراضي لليهود. فإذا تحرك المسلمين في فلسطين وكونوا جمعية الأمر المعروف عن المنكر اللي حاولت تستبق أي محاولات بيع أراضي وتروح للعرب اللي بيحاولوا يبيعوا وتنقل لهم فتاوى العلماء بحرمة بيع ذلك. في الواقع الفتاوى كانت عنيفة جدا، يعني الأمر محتاج دراسة شرعية، لأن صدرت فتاوى بتكفير كل من يبيع أرضه لليهود، والتكفير بكل لوازمه، بمعنى أنه عدم تكفينهم ولا ترسلهم ولا الصلاة عليهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين إذا ماتوا. يعني الأمر واضح أنه أخذ بعد بعد ما اكتشفوا أبعاد المؤامرة، أخذ بعد جامد جدا على الناحية الشرعية والإعلامية والدعوية. في ذات الوقت بدأ الشيخ عز الدين القسام في تكوين مجموعة سرية لحرب اليهود. طبعا ده كان البقية اللي كانت انجلترا ما عرفتش تنزعها من الولاء لدين الله تبارك تعالى بغض النظر عن الجنس او الوطن. الشيخ عز الدين القسام شيخ سوري درس في الازهر في مصر، واشترك في الثورة ضد الفرنسيين في سوريا، وحكم عليه بالاعدام، ولكنه استطاع الهروب من حكم الإعدام في اللي حكمت عليه به فرنسا، وذهب إلى حيفا وتولى التدريس فيها هناك، وكان يدرس لطلاب الجامعة، وكما أسس مدرسة ليلية لتعليم الأميين العرب. يعني كان رجل من الرجال الذين يقاتلون في كل ميدان. أسس الشيخ عز الدين القسام جمعيته وقسمها إلى 5 لجان: لجنة الدعوة، ولجنة التدريب العسكري، ولجنة العتاد، ولجنة مراقبة الأعداء، ولجنة الشؤون الخارجية. وكان الشيخ عز الدين القسام بيرى أن الآفة في الإنجليز وليس في اليهود، فكان اتجه بحربه ضد اليهود لإجلائهم عن فلسطين لكي يتفرغ بعد ذلك لإجلاء اليهود. وده كان تكتيك في حد ذاته ناجح، أو يعني ده الطبيعي طول ما انجلترا موجودة لا يجدي مواجهة اليهود. لكن انجلترا حركوا له قوات عسكرية ربما لم يحركوها لجيوش، وحركوا حملة ضخمة من السيارات والطائرات وغيرها، واستشهد الشيخ عز الدين القسام، نسأل الله عز وجل أن يرزقه منازل الشهداء، وأربعة معه. يقولوا تحولت جنازة الشيخ القسام ورفاقه إلى مظاهرة شعبية رائعة أثارت سائرة الإنجليز الذين تحرشوا بالمشيعين، وحصلت اضطرابات في أثناء هذه الجنازة. في الواقع إن كان دي بداية وجود حركات الجهاد في حركة عز الدين القسام، استمر تلاميذ الشيخ القسام بعده
بقيادة الشيخ أمين الحسيني، وإن كان الشيخ أمين الحسيني كان أميل للتحرك في الجهود الدبلوماسية، إلا أنه بعد حركة الشيخ القسام بدأ يتبنى تدريب المجاهدين، وفتحت معسكرات تدريب المجاهدين في سوريا، وأتى مئات من المجاهدين العرب من سوريا والعراق والأردن وغيرهم. لكن كالعادة إنجلترا تجيد لعبة الدبلوماسية، وكلمت الزعماء العرب يمنعوا توافد المتطوعين على معسكرات التدريب الفلسطينية، وإن هم يكلموا الشيخ أمين الحسيني إن إنجلترا على وشك أن تفي بوعده. يعني وبعد عدة أشهر من المواجهات المسلحة بين المجاهدين الفلسطينيين ومعهم إخوانهم من سائر البلاد، تدخل الحكام العرب ووعدوا بالحل، فتم إيقاف القتال، وأرسلت إنجلترا لجنة تحقيق. يعني إنجلترا ما زال حتى الآن تدعي أنها يعني ما عايزة تعرف بس المشكلة فين. يعني أرسلت لجنة تحقيق لكي تنظر الأمر على الواقع. هذه اللجنة يعني شوف، هو الأول كانت بريطانيا عطية وعود للعرب ووعود لليهود، وعود العرب مركونة على الرف، وعود اليهود بتتنفذ، وبتتنفذ يعني بإصرار وبهدوء، لولا أن اليهود هم اللي يعني تعجلوا. لما قام الجهاد غيروا الخطة. يعني هي كانت الخطة ان في النهاية تقوم دولة اسرائيل سلميا دون ان تخسر بريطانيا وعودها للعرب، انها لست صديقة للعرب. لما قام حركة الجهاد اضطرت انجلترا انها تبعت لجنة، واللجنة دي يعني تكتشف ان الوعود السابقة منذ الحرب العالمية الأولى 1918 حتى تاريخه 1936، وقبل أن هذه وعود متناقضة، وأنه لا يمكن لبريطانيا الآن أنها تفي بالوعدين في وقت واحد. فالحل الوسط عشان تبقى اسمها وفت بيهم أن تقسم فلسطين على المناطق ذات الأغلبية العربية، تبقى هي دي دولة فلسطين العربية، والمناطق ذات الأغلبية اليهودية تبقى دي دولة إسرائيل. فكان هذا هو أول كلام على التقسيم، إنه اقتراح بريطاني أو اللجنة البريطانية اللي راحت تشوف المشاكل المستمرة بين العرب واليهود. فكانت بريطانيا تبنت هذا الكلام. هذا التبني يساوي ان هو يسهل جدا استصدار يعني قرار به. فكان معروف ان ده في النهاية هيبقى قرار المجتمع الدولي في اخر الامر. قامت الثورة في جميع مناطق فلسطين، وبدأ التصدي للقوات البريطانية، فأخذ البريطانيين اعتقلوا الشيخ أمين الحسيني، ثم اضطروا الإفراج عنه بعد ذلك لتهدئة الثورة. وكالعادة يعني طلبوا ان يبقى فيه لجنة تانية تشوف الأمر تاني، يعني كل ما يحصل حاجة يبقى فيه لجنة جديدة. وجات لجنة ودرست الأمر وأيدت أنه لا حل، على أساس أن بريطانيا ملتزمة بوعودها للعرب واليهود في آن واحد، فهم أيدوا قرار اللجنة التي قبلها بأنه لا يمكن الوفاء بهذه العهود إلا بأن تقسم فلسطين. وبعدين أعلنت بريطانيا
انها فشلت في مهمة الانتداب. طبعا كان الشيخ امير الحسيني كما ذكرنا اميل للتحركات الدبلوماسية، وكان بيطلب احالة المسألة الى محكمة العدل الدولية، ولكن بريطانيا رفضت تماما إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية، ولكنها قالت أنها فشلت في الانتداب، وأن الانتداب كان غرضه تكوين مجلس نيابي يضم الطوائف الدينية اللي عايشة في فلسطين اللي هي المسلمين واليهود والنصارى، وأنها كانت المجلس النيابي ده لو قام واستطاع إدارة شؤون البلاد بطريقة ديمقراطية وتعايشت هذه الطوائف بسلام كانت هترحل، ولكن طالما ان الامر طال بدون انجاز هذا الامر فهي سوف تنسحب، ولكن قبل الانسحاب ستحيل الامر الى عصبة الامم لكي تنظر فيه. اللي كان في الوقت ده وصلنا الى الامم المتحدة، كان عصبة الأمم اتلغت بعد الحرب العالمية الثانية وتكون بدلها الأمم المتحدة، ومن هنا صدر قرار التقسيم كقرار دولي يعني من أول القرارات الشرعية الدولية قبل ما يبقى مصطلح الشرعية الدولية ده يعني مصطلح على كل لسان كده، كان أول ما يعني ذاقه المسلمون من قرارات الشرعية الدولية قرار التقسيم. وياريت حتى كان لما ادعوا ان كل قومية تاخد الارض اللي هي هم فيها اكثرية، ياريتهم وفوا بكده، بالعكس منحوا اسرائيل اراضي كتير كانت ذات أغلبية عربية. ناهيك أن الانتداب اللي هم عملوه هو اللي أوجد الأماكن ذات الأغلبية اليهودية. طبعا كان إنجلترا من ضمن الانتداب اللي هي كانت عاملاه، طبعا بتربي الشعوب على الديمقراطية، قالت برضو عشان تطمن على الشعوب العربية قبل ما تمشي لازم يعملوا جامعة الدول العربية، يعني على أساس يبقوا لهم من يتكلم باسمه. طبعا كان ده تكتيك ان يبقى في اتفاقات ملزمة في مجلس الامن او في الامم المتحدة بصفة عامة ان يوجد طرف يمثل فلسطين، مش عايزين الحركة الاسلامية في فلسطين هي اللي تمثله، فهيجيبوا مين يمثل فلسطين. فلما بدأت بريطانيا تقرر انها خلاص هتمشي، وان اليهود بقى لهم قوة لا بأس بها في فلسطين، وخلاص بريطانيا هترجع بلادها، فكان على كان احد التكتيكات انها قالت لابد من وجود جامعة للدول العربية، وتكلمت مع الدول العربية مصر والسعودية وغيرها في انشاء جامعة الدول العربية التي تولت الكلام في الامم المتحدة باسم فلسطين. فمن جهة انشأت جامعة الدول العربية، ومن جهة انجلترا قالت انها هتنهي الانتداب على فلسطين لانها فشلت في تحقيق خطتها في الانتداب لو تكوين حكم ديمقراطي نيابي، وان يعيش المسلمون واليهود والنصارى في سلام، وبالتالي رفع الامر لمجلس الامن اللي هو أقوى هيئات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن أوصى بالتقسيم، وبعدين عرض الكلام على الجمعية العمومية للأمم المتحدة اللي هي كل الأعضاء. وطبعا هنا كانت أمريكا كبرت بما فيه الكفاية وبدأت تبقى بتحاول أن تزيح بريطانيا تماما من الصورة وتبقى هي اللي في الصورة، وأهم حاجة تورثها عن بريطانيا الحماية لإسرائيل، لأن إسرائيل هي النائبة عن المصالح الأوروبية والغربية في هذه المنطقة الهامة جدا من العالم الإسلامي. وبالتالي مدام أمريكا قررت أن تتحول إلى قوة عظمى
ويبقى لها دور حقيقي. فكان أهم حاجة عايزة تورثها إسرائيل. فبينما كان مثلا بريطانيا بترى أن يتعرض الأمر على الأمم المتحدة الناس ترفض، يبقى نأنا تاخد كمان سنة أو اثنين. طب قرار التقسيم اترفض، وهو في النهاية ما فيش عرض لقرار ينصف العرب. يعني بمعنى ايه؟ ان دايما بيعرض حاجة طب العرب رفضوها، خلاص رفضوا كل الحاجات اللي بتعرض في صالح اسرائيل. فكان دي طريقة بريطانيا، يعني كل شيء تعرض حاجة اترفضت خلاص ما مش هنصبكم على حاجة، ان بريطانيا صديقة العرب ما تقدرش تصبهم على حاجة هم مش عايزينها. لكن هو مفيش حد على الساحة الدولية هيعرض حاجة تجيب مصلحة للعرب، فدايما يتعرض حاجة توافق اليهود. العرب وصلوا لمرحلة من التسليم وال يعني الملل انهم هيقبلوا بيها، خلاص قبلوا، ما قبلوش نصبر كمان شوية. فكان العرب رافضين قرار التقسيم، ومعظم دول العالم اللي كانت عضوة آنذاك كانت رافضة قرار التقسيم. فأمريكا أجلت التصويت على القرار وضغطت على كل الدول لغاية ما في الآخر قرار التقسيم حاز على ثلثي عدد الأعضاء وتم تمريره، مع أن إنجلترا وفرنسا كانوا زعلانين إزاي أمريكا تتصرف بهذه الصورة الغير جيدة مع الأصدقاء العرب. يعني تخيل القضية، ما دام أن أمريكا هتشتري ود اليهود وهتاخد اليهود منهم فما فيش داعي يجاملوا العرب. بس هي مجاملة العرب لا تعدو أن تكون يعني كلمات لا تجامل، يعني حتى مش مجاملة يقفوا بقى ويستخدموا حق الفيتو، لا ده هي مجاملة أنهم زعلانين إزاي أمريكا عملت كده. لو أنت شايف القرار غير منصف معاك حق الفيتو، لا مش للدرجات دي. يعني هي القضية، ومنذ ذلك التاريخ بقى أمريكا بقت هي الحليفة الرئيسية لإسرائيل منذ تاريخ قرار التقسيم. وإنجلترا وفرنسا اللي بيقولوا يعني بيشوش شوية على العرب، لغاية ما إنجلترا طبعا على إيد المرأة الحديدية تاتشر تحولت إلى تابع تام لأمريكا، فبقت هي ما بتقولش بيشوش ولا حاجة. بقت فرنسا هي حبيبة العرب، اللي هي أقصى درجة حب تبرزها للعرب إنها تقول والله أمريكا غلطانة في اللي هي بتعمله، بس إحنا مضطرين نساعدها، مضطرين نوافقها بس كده. يعني حقبة الستينات وشهدت قمة الطبطبة الفرنسية على العرب. طبعا كلمة المسلمين احنا للأسف من ساعة ما قلنا سقطت الخلافة العثمانية بنقول العرب، لأن كله بيقول العرب. احنا طبعا عارفين ان المعركة ضد المسلمين، لكن ما كانش في كلمة الخلافة الإسلامية ولا المسلمين. يعني قولوا الجامعة العربية، الدولة العربية للشريف الحسين، والدنيا كلها قبلت لهذا الكلام. وبالتالي بتقول العرب مش موافقين على قرار التقسيم وهكذا. وحتى الدول الإسلامية الأخرى فعلا بدأت، طب ما دام القضية عربية احنا مالنا، وكل دولة يا إما محتلة يا إما خارجة من الاحتلال وهي ما زالت في تحته. فنجحوا في تحييد هذه الدول الأخرى اللي هي الدول الإسلامية الغير عربية. فمشت الدنيا إن العرب وإسرائيل. أمريكا تولت منذ ذلك التاريخ، ومنذ أن لعبت دور بارز في صدور قرار التقسيم، لأنها صارت هي الراعي الرئيسي لإسرائيل، وتراجعت إنجلترا وفرنسا إلى الوراء قليلا. وما دام هم مش هم اللي بينفذوا، بقى لا مانع ان هم يجابلوا العرب بكلمتين. اذا كان انجلترا كانت وهي بتنفذ كانت بتجامل العرب، يعني فمن باب اولى لما بقى غيرها اللي بينفذ بقى من حقها تقول امريكا تسرعت، امريكا يعني افرطت في استخدام القوة الى غير ذلك مما يسمع هنا وهنا. بصدور قرار التقسيم قامت اول حرب بين، او من صدور قرار التقسيم بانسحاب انتهاء، يعني بعد صدور قرار التقسيم وان بعد ذلك انسحبت انجلترا وانهت الانتداب على فلسطين، رغم ان اليهود كانوا قد اعلنوا ان الكيان الوحيد الصالح لحكم فلسطين بعد ان تتركه حكومة الانتداب البريطانية هو الوكالة اليهودية، لأنها كانت عندها مقومات الدولة. ومع ذلك إنجلترا
كانت وهي عارفة كده والقرار أعلن كده ونفذت الانسحاب فعليا اللي تزامن مع إعلان دولة إسرائيل، وجامعة الدول العربية خدت قرار بإعلان الحرب على إسرائيل. البعض، وهو أمر مش بعيد لكن مش مثبت قوي، بيقول إن بريطانيا كان لها دور كبير في قرار الحرب، وهي اللي عزت إلى الدول العربية أنها تحارب، على عارفة كويس جدا حال الجيوش العربية، وبالإضافة إلى إن جلوب الإنجليزي كان هو اللي بيقود الجيش الأردني كما سيأتي إن شاء الله، وبالتالي كانوا عايزين اللي إسرائيل ما خدهوش بالسلم ياخدوه بالحرب، وبالمرة ياخدوا أكثر من قرار التقسيم، ويوجدوا عقدة لدى العرب مبكرا. احنا نفرض عليه مواجهة مبكرة فيوجد لديه عقدة، وده تقريبا اللي تم فعليا في حرب 48، ان اليهود خدوا اكثر مما اعطى لهم قرار التقسيم، واوجدوا اكذوبة ان الجيش الاسرائيلي لا يهزم لانه هزم 7 جيوش عربية مجتمعة. طبعا محتاجين نعرف قصة السبع جيوش دي كانت بتحارب مين وفين وازاي عشان تهزم من مجموعة عصابات يهودية. لا نستكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.